السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، ها نحن نجدد بكم التحية واللقاء في موعدكم المتجدد في برنامج الريس ضمن التغطية الخاصة لفعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يحمل الاسم الغالي على قلوب أهل قطر وأهل الخليج، المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، تلك الشخصية المتفردة التي كانت لها بصمتها في هذه المنطقة عندما أسس هذا الكيان الشامخ. بعد التحية بكم مشاهدين الكرام، يسرني أن أحيي زملائي في الاستوديو غانم الهاجري وراشد السعدي، فهد بن حباب، حامد بن عيني، سهيل بن غراب، حمد بن جرحب، مبارك بن ترحيب، ومشاري اليامي، فمرحبا بهم جميعا واسعد الله أوقاتكم كل خير يا رب. يا مرحبا. يا مرحبا. الظاهر ابو سلطان اليوم انت مكيف على ركض الشيوخ اليوم. عملنا ركض طيب ما شاء الله، الحمد لله، ولدا طيب الحمد لله. طبعا نذكركم مشاهدين الكرام بان بامكانكم المشاركه عبر وسم برنامج اندرسكور الريس، التواصل دائما ما يكون محل ترحيب منا بمشاركاتكم. ابو سلطان اليوم ركض هجن اصحاب السمو السعاده الشيوخ، ودائما انت ابو سلطان تقول يعني من يوم عرفناك من سنين بأن المتعة دائما تحضر في مركاض هجن أصحاب السمو الشيوخ، وأعتقد أبو سلطان بأن بمشاركة مثل هذه الشعارات القدوات اللي نعتبرهم نعم شيوخنا في الخليج نعم رسالة لنا أن نتمسك بهذا الموروث وأن نقتدي بهم في الحفاظ على هذا الشيء. والله يا أبو حمد ركض أصحاب الشيوخ يدعم، أنا في نظرية هجن الجماعة. صدقت؟ نعم، ركض أصحاب الشيوخ يشجع ويدعم هجن الجماعة ويطعمك بالمشترى يستوي أكثر، وركض الشيوخ طعمك له جماهيره وله ناس طعمك يتابعونه وله طعمك جماهيره أكثر، وكل مؤسسة له ناس مشجعين، والركض اللي مشيناها اليوم يبشر بخير، وشوفنا لقاية بيكون له إن شاء الله مستقبلا أكثر في الأيام الجاية وفي أيام الرموز وفي أيام طعمك. شوفنا ركض طيب وشوفنا أداء طيب وشوفنا في الجعادين وفي البكار ركض، بقول لك يعني لمستوى لكان أرضني أبو محمد الأرضية ما تساعد الركاب اليوم. أول هو ركض يوم تشوف الركاب ركضا ركض رهو وركض عملك سرعة والتين تشوف فيه شوي فيه الثقالة شوي. أن أنا أقول يمكن من الأرضية أو من الهواء مضادهن ما عرفت، والله هو الهواء من فترة يا يظن اليوم كان في ردها أتوقع لأنه الهواء مش الشرك. نعم، ايش رايك بن جرحم من الهواء ولا من الارضيه؟ الهواء الليله له دور، ولكن مثل ما تفضل ابو سلطان السبق شفناه الليله، شفناه شوان مطايا سباق والركض قوي مو بسيط، لكن عامل الهواء له دور واستمتعنا الليله. مثل ما شفت قعود عند بن فاران يكون له وضع غير الوضع هذا في يوم من الايام. السبق الصباح ولا العصر؟ لا العصر اللي يسمى معنى معنى اي معنى ولا تكرار مشوار الشوط تركر ولا تكرار بس ان شاء الله نحن بنتكلم عنه ان شاء الله ما اخذ رمز هذا معنى والاسم يدل على ان المعنى وراه معنى بعد. نعم ها نعم. معاني كثيره نعم. ها ولا ايش تقول يا الشاعر؟ المعنى في بطن الشاعر. الحين بنقول المعنى عند المضمر. فيه الاسم هذا يقصد على معنى الكلام وعلى معنى الفعل. الفعل من الأسامي الطيبة الاسم معنا يرمز لأشياء واجد صح، وإن شاء الله أنه يكون عند الاسم بإذن الله. حنا شفنا اليوم طال عمرك مراكيض طيبة وأتيام طيبة صراحة. أنا أقول إن العرب بعد مهم مجهدين إن جهدهم الكامل بما أنه ما فيها أشواط رموز وكذا، فأنا أعتقد إن التيم اليوم إنه طيب وإنه بداية طيبة وبشيد بإنتاج أم الزبار شفناها في حاضرة في أكثر الأشواط موجودة، فهذا مؤشر بعد أن الهجن هذه طيبة واللي قايمين عليها طيبين وينافسون بعد. مالك زود يعني نشوفهم أول ثاني ثالث يعني ما يظهرون من ثلاث بأكثر الأشواط اللي يدخلونها، وأنا أعتقد أن التيمات اليوم أنا كمن جمهور إحدى المؤسسات هذه ما أطالب بالتيمات اليوم القوية. التيم القوي مهم من صالح الذلول في كل حال من الأحوال في الأوقات هذه. أنا ودي أنها تذخر إلى أن يجي وقت التيم ووقته الصحيح ومناسبته الصحيحة. نعم، اللي أفهمه من أبو ذيب بأن هجن الشيوخ باعتبارنا اليوم المنافسة مهيب على رموز، هي منافسة
قوية في مهرجان قوي، ولكن التحدي دائما بين هجن الشيوخ اللي يعطيه بعد تنافسي أبعد وجود الرمز اللي استشفيته من كلام أبو ذيب بأن اليوم المنافسة منافسة طيبة، ولكن الهجم هي في كامل جهوزها لأنها تستعد في الفترة الحالية لخوض منافسات الرموز. صحيح أبو محمد، مساء عليك بداية على الأخوان المتواجدين، ونحن استمتعنا في هذا المساء وفي الصباح بتجمع شعارات أصحاب اسمه الشيوخ والتقديم هذه النوعية. ليلة البارحة تكلمنا بأن الهجن هذه لا زالت بداية ظهورها في مهرجانات، وما معول عليها الشيء الكثير أنها تدي فوق طاقتها. ظهورها التنافسي يكفينا كمتابعين ومحبين لهذه الشعارات أن نستمتع بالتجمع. أما التوقيتات والأحداث القوية وأشواط الرموز هي اللي تجيب، لما تجتمع الأقطاب الثلاثة أبو محمد يستوي كلام ثاني، وتظهر الشعارات على محكها الحقيقي. البارحة كان بيننا الحوار زين، قول كلام أبو ذيب صحيح وعلق بعد. هو بدأ بالكلام قال صحيح، لا أول كلمة قالها قال صحيح، قال صحيح. نعم ترى هو ربي خلقه معارض، من الله خلقه هو على الطريق هذه، ولا لا يمكن يتغير على طريق تعلم ما هو عليه. لازم تعايش عند وضع الحالي. لا متعايش أنت متعايش على وضع الحالي مهما كان، هو لازم يجيك عرض كذا. على العموم أبو محمد، نحن مثل ما ذكرت أنا ودي أنه يأيد كلامي، كلامك أبو ذيب ودي أنك تأيد كلامي وتسهب في التأييد. لحظة أنا معطي كلام ومعطي فكرة. نعم. وانت اتبعت فكرتي. انت ما جبت شيء جديد، تبغاني ايد كلامك؟ تعال في المنطق وتعال في القاده، لا تجيني على فليبال وفروس الحزوم وتعال عندي. بعض الاحيان تجيني في الشارع غير. لا لا لا، انا ذا الحين جيت في الشارع لين جيت اللي جيت انا قلت لك يا انت واقع انا في الشارع ذا، ليه ما تايدني تايدكم كلي؟ لما جيت في الشارع تكلمنا ليله البارحه، احنا تكلمنا الليل، عود على كلام الليل. كلامك الليلة إيه؟ مضبوط، وانت البارح معارض على هذا الكلام، الليلة رجعت لا عليه. لا ما عرفت. لا البارح لا قلت انها الشوط الاول وبيفرز لنا في اسماء ابو محمد. لا 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 الليلة رايناها على شارع، ما شوش على 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 اشارة قبل شوي. عود على جادة. لحظة انا اقول لما شارع العرب يدورون متميزة في هجن الشيوخ، ندور النادر، ما في كلام، ندور النادر في المشترى. ما قلت النادر اليوم جيناه في الاشواط اللي اشار ابو سلطان قبل شوي، وفي بكرة اخرى اسمها رهف تقريبا، بعد هذه من الابكار اللي بتعدوا وتشوفونها في اشواط الرموز. لقينا الليله نوادر ما دخلت في الشوط الاول وبس، في كل الاشواط كانت هناك نوادر ومؤشرات تشير على ان السبق امهات الرموز اللي بينافسون عليها اصحاب السمو الشيوخ موجوده في الاشواط. ممتاز. نعم بن حباب، نقدر نقول اليوم بان حتى وان كانت المنافسه مهيب على رمز، ولكن اليوم شفنا رموز. اقصد بالرموز شفنا شعارات أصحاب السمو الشيوخ اللي مكانتها في قلوبنا، لا هجن الشحانية ولا هجن الشيخ حمدان ولا هجن الشيوخ الإمارات زنهيان وهجن زعبيل وهجن سيح السلم وهجن الضبي. كل الهجن هذه تمثل في عيوننا رموز. صحيح. لأن تواجدها في مثل هذه الأيام ومثل هذه المواعيد هي محافظة على إرث وبقاء أثر اليوم وغدا. أبو محمد ولهم الأخوان الحضور المشاهدين الكرام، التقاء هذه الشعارات بالنسبة لنا احنا اكبر ناموس، هو الفوز الكبير لما تلتقي هذه الشعارات طال عمرك وتتنافس على ارضية ميدان. ولكن احنا بنتكلم عن الهجن سابق ومسبوق، هاي تسبق اليوم بكرة تسبق وتنسبق باكر. صحيح. لكن التقاء هذه الشعارات والتقاء هذه طعمك المؤسسات هو لنا، هو الداعم الرسمي وهم الداعمين وهم اللي يحافظون ويحثون ابناء هذه الرياضة على التمسك فيها من خلال دعمهم إلا محدود لها، ومن خلال طعمك إقامة المهرجانات سواء عندنا هنا في دولة قطر أو خارج دولة قطر. هذه المهرجانات دعم لمن؟ لنا إحنا كملاك. صحيح. لنا إحنا يعني أصحاب الموروث هذا، فوجودهم والتقاءهم هذا هو أكبر فوز عندنا وأكبر مكسب عندنا للأمانة. يعني إحنا بدينا نشوف يعني أسماء تظهر أمامنا إحنا كمهتمين بهذه الرياضة، كالشارع الرياضي بشكل عام، كمحللين نتكلم عن أنفسنا، بدينا نشوف الهجن يعني خصوصا دائما في سن اللقاية، في يعني لما تجتمع هذه اللقاية في شوط رمز أو في أشواط رمز، يعني كل واحد يرشح مؤسسة يميل لها. فأنت اليوم بديت تبني عندك يعني تأهيل لبعض هذه الهجن في سن اللقاية، لأن التقاء اللقاية يكون التقاء المرة الأولى من خلال المشاركات الرسمية اللي تعتبر فيها أشواط رموز. ف
فاحنا اليوم طمأنتنا هجن الشحانية بوجود عينات فاخرة فيها كمحبين وكمشجعين للشعار العنابي. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله وهم الجماعة الله يجزاهم خير المضمرين في مستوى يعني على مستوى مضمرين هجن الشحانية او الاخوة المعنيين المشرفين على هذه المؤسسة مهتمين دائما فانتقاء النوعيات. احنا شفنا هجن مشرية هذا السنة، شفنا هجن مشرية في العام الماضي في سن الحقائق، وشفنا هجن بعد مشاريع من مشاركات خارجية. اليوم يعني طلعت هناك هجن نوعيات فاخرة. نعم حامد، أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي قبل ما نطلع الهواء طبعا، اللي هو موضوع توزيع أيام السباقات. شاهدنا اليوم الأول والثاني والثالث والرابع كان مع هجن الجماعة حقائق ولقايا وجداء، بعد ذلك سننتقل إلى أشواط الشيوخ مثل اليوم وبكرة. قلت لي هذا الشيء طيب وأعطى مجال حتى للمشاركين أنهم يعودون البلدانهم ويجيبون عقب الهجن الكبار الفئة الثانية. في البداية أبو محمد مسي عليك وعلى أخوان المحللين ومتابعي القناة، وأنه مس لهجن الشحاني اليوم وهجن زعبيل وهجن الشيخ خليفة بن سيف وهجن سيح السلام على تألقهم اليوم فترة الصباحية والمسائية، ونشكر اللجنة المنظمة على البادرة الطيبة هذه اللي هي بسنة بداية بسنة الحقائق للجماعة السنة اللقاية السنة ذا، فالشيء هذا يعني طيب ومحمد واستفادوا من ملاك الهجن، وانت يعني تقصر يعني مسافة طويلة على مالك الهجن، فمالك الهجن اليوم يحمل مثلا من دولة الإمارات ولا حمل من السعودية البرسيم له فارق، الحلال الثاني له فارق، يعني يوم تركض في السنة الحقائق واللقاية والإجداع يعني لو بتلاحظ انت من امس الناس كلهم عودوا، واللي عود السعوديه واللي عود عمان واللي عود الامارات، لانها البرنامج اللي نزل وشفنا اللي هو بدايه في الحقائق الاشواط العامه اللقاية كذلك لذا، فشيء اختصر لهم مسافه طويله. شفنا اليوم مركاض اللقاية الشيوخ، بكره جداع الشيوخ، حتى الاجواء تكون صافيه لحلال الشيوخ يركضون المضمرين، وزحمه يعني زحمه الجمهور ما في يعني راح الجمهور وين هو اللي اكثر ابو محمد او المشاركين السنه الصغيره في السنه الصغيره الحقائق واللقاي والجذاع. فنشكر اللجنه المنظمه، نشكر اخونا محمد الكواري وعبد الكواري، ونشكر مبارك بن بادي على البادره الطيبه هاي وعلى البرنامج الصراحه اللي يشكرون عليه الاخوان اللي هم المضمرين او ملاك سباقات الهجن. الشيء اللي شفناه شيء يعني ملفت وشيء طيب، ونتمنى ان شاء الله كل ما اللجنه ما مقصرين كل ما هي مهرجان نشوف اشياء جديده يضيفونها لملاك سباقات. نعم هذا الشيء مميز ممكن في مهرجان المؤسس، لكن هل تعتقد انه بيكون بذات التميز في مهرجان سيدي سمو الامير مبارك؟ يعني بنشوف ان هجن الشيوخ تركض يومين ورا بعض، ولا احنا كجمهور نتشفق ان نشوف اليوم اللقايه وبعد بكره نشوف الجذاع؟ لان تخبر انت يتخللها جذاع الشعب. صحيح محمد، احنا ودنا احنا نشوف كل سن في سنه، لكن الافضل مثل ما ذكر اخوي حامد واللي طبقته اللجنه انه يخلص من شوط الشعب للحقائق واللقايه والجذاع ونبدا بشوط الشيوخ، تكون الإثارة اقوى. يعني ركضنا اليوم لقايه خلاص بكره جذاع، ما راح ننطر، يكون يعني مراكيب تكون ورا بعض، ويكون حتى التحميل بالنسبه لهجن الشيوخ او هجن الشعب يكون ترتيبهم قريب من بعض. الحين يعني بحمل انا الحقائق مثلا، اذا بركض الحقائق بحمل الحقائق واللقايه والجذاع، كم بيكون بين الحقائق والجذاع؟ يوم يوم. اي اما اذا كان المراكيض ورا بعض بتخدمني انا كمشارك جاي من برا مثلا. صحيح. انا اشوف ان الافضل حتى الهجن اصحاب السمو يكون ترتيبهم مع بعض. حتى فرصه التحميل القادم للثنايا والحول في البرنامج. انا اقصد الجمهور، اني انا كجمهور اني اعيش اليوم اللقايه واكثر الجمهور يومين، حتى مضمر هجن الشيخ مثلا اذا صار عنده مثلا خلل في جزئيه معينه وما ادت اللقايه يمكن عنده اكثر من 48 ساعه انه يتدارك هذا الخطا. اكيد. اي نعم، لكن في الوضع الحالي لا، اذا صار ورا بعض المنافسات ما يقدر يتدارك اعتقد. هو شوف يعني يمكن يصلح نسبه 20% 30% ما يصلح 100% عاد يقدر دام الحلال مختل يعني قليل المطيل يترجل فيه. ما سمعنا مشاري، ايش رايك في الترتيب؟ الجدول تشكر عليه اللجنه حقيقه لانه وفر للمالك عده امور، وكذلك وفر على ابناء ميدان الشحانيه التزاحم. يعني انا صاحب عزبه بينزلون عندي الناس صغار وكبار، لا الان وفروا علي، جاوني اخوياي هالمطايا الصغار وراحوا اقدر استقبل هالمطايا الكبار. كذلك عدم ارتفاع اسعار البرسيم لان ما في تكدس،
في فئات تنزل وفئات تروح. فالدوره ايضا وقت التفحيم وقت التبطيل كذلك سوى اعطى مساحه اكبر للمالك انه ياخذ راحته. فعدم تكدس الملاك والهجم في نفس الموقع حقيقه هذه بادره طيبه تشكر عليها اللجنه. اما بالنسبه للحماس والاثاره يا ابو محمد هي موجوده سواء كانت شعب بعدين شيوخ او كانوا مع بعض الاثاره حاصله. صح. وتعديل الاخطاء ايضا المضمر الشاطر يقدر يعدل حتى في يوم. لكن اعتقد الميزات اكثر في هالقرار هذا حمد. نعم ابو محمد هذه مبادره طيبه من اللجنه يمكن اخونا مبارك النعيم يتكلم عنها في حلقه من الحلقات. مبادره طيبه شفنا منها ترحيب من ملاك الهجن. مالك الهجن اليوم الخليجي اللي بيجي احنا كابناء ميدان الشحنه ما تفرق عندنا نحطها ورا بعض ولا فرقوا بينها لانه بتكون موجودين في الميدان. لكن مالك الهجن الخليجي اللي جاينا افضل له مثل هالمبادرات هذه ومثل هالقرارات. نفس الترتيب هذا. نفس الترتيب هذا، لانه يجيب مطاياه كلها مع بعض وبرنامجها يعني قريب من بعض ويخلص مثل ما تفضل ابو ناصر تكون رجعت، اللي منهم في وظيفه يرجع وظيفته، واللي وراه اشغال، واللي وراه التزامات، واللي وراه اي شيء يرجع، كذلك مثل ما تفضل ابو يام كذلك الضغط على الميدان، يخف شويه الضغط على الميدان. زحمه العرب اللي نشوفها زحمه حلال. اليوم الدوره الصغيره الصبح خفيفه ما عليهم. العزب ما عليهم، اذا قاعد بالعكس افرح لي واسعد لي انا كقدري اذا طول عندي اخوي المقيم اللي بينزل عندي وراك الساعات عندي. لكن كميدان يخف الضغط على الميدان الحين شوي، الحين مطايه هالمطايه الكبار مرتاحين. خف عليهم الضغط، ما بغوا يسرحون في الدوره الصغيره، الدوره الكبيره. ما عاد بقى الا حلال مركض وهلا مرخين عليه ولا ما شابه ذلك. احنا نشوف المبادره هذه مبادره طيبه وهذا من دائما تعودنا من اللجنه رحم الله. نعم، إذا مشاهدين الكرام أشواط مميزة عاشها ميدان التحدي، ميدان الشحانية في خامس أيام مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان الرائع الذي يجمع أبناء الخليج بدعم وتوجيهات سامية كريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. في هذا اليوم عشنا كجماهير ومحبين لرياضة سباقات الهجن أجمل اللحظات على فترتين صباحية ومسائية. سنستعرض لكم أشواط المساء التي حضرت فيها هجن أصحاب السمو الشيوخ، وكان لشعارات أصحاب السمو الشيوخ المنافسة القوية، إلا أن هجن الشحانية نجحت من السيطرة على الأشواط الرئيسية ومسرة كانت حاضرة لتنشر المسرات في هذا الميدان لهجن الشحانية بقيادة المضمر البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، وتوقيتها الزمني 7:30 75 جزء من الثانية. أبو سلطان، الشوط الأول اليوم الفترة المسائية كان شوط مميز، نجحت فيه مسرة من انتزاع هذا الشوط مع شعار هجن الشحانية وبقيادة البرنس. المركز الثاني أيضا جاءت عالية الهجن الشحانية وغلى الهجن الشحانية في المركز الثالث والثنتين عند بن فاران. نعم، أنا أهني هجن الشحانية على فوز مسرة وأهني مضمرها جار الله بن محمد بن عقيل، واللي في المركز الثالث والرابع والثاني بعد بقول لك هدنا ذا طيب. أظن مسرة سجلت أفضل توقيت الليلة. نعم، هي فرقت على فترة الصباحية والمساء. أي نعم، أفضل توقيت سجلت الناقص سبوق هاي وذا طيب وركض طيب. والشوط الاولي معروف يعني الناس الحين بيتخبرون لكم سباق الشوط الاولي. الشوط الاولي اللي ميزته وله هجن اللي يركضون فيه طاعم لك سواء على رمز ولا سواء في شاره نقديه. لكن الشوط الاول ترى معروف للسباق ولا الخيار البوش موجوده والشباب اللي يركضون كلهن اداهن طيب وركضهن طيب وتوقيتات متجاربه يعني من 30 وفوق. فهذا طعم لك ركض. شوف الحين المنافسة اللي صارت على المركز الحين ثلاث بكار، بكارات بن فاره اثنتين وبكره طعم بن عقيل. لكن ما شاء الله بكره في الاخير استطاعت انها تاخذ، وظني هاي بكره من شرايا العام. هذه البكره نعم. طال عمرك هذه بنت شاهين العفيشه. نعم. ابوها شاهين وهي من انتاج حشان اليامي وطالعها من ميدان نجران. الناقه مشريه العام. سبوق الناقه. مشريه من الطايف. من الطايف سن الحقائق. يسابق عندها ذات الموسم. سبوق الناقه سواء ركض ركض سبوق ولا شاب لويها بعد سباق. وهي من انتاج حشان هي. ايه. سلاله ابوها شاهين. ابوها شاهين نعم. ايه. والله بكره طيبه. الثانيه بنت الروج الثانيه بنت كرار. ها؟ عاليه مشريه السنه من عند ناجي. ناجي.
ناجي الغفراني هي اللي شاب تفني اللي قلنا نعم حفيظ 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 سابق التمهيدي الرابع والخامس نعم ربعتي الثالث الثاني اللي جاء الثالث المتحدة المتحدة أمس كان مركب المركب نعم الرباعي جايات انتي واربعة ومرة فرقك وحدة في شوط وش بقى صحيح اي نعم وائل بكر ما شاء الله اللي يحسب المسابقة حدث طيب بركة طيب والرباعي اللي عنده ما ينقال فيه الا الخير لكن هذا السبق نعم شو تقول في البكرة هذه رقم 15 يا بن غراب والله بكرة اللي جت ثانية البكرة طيب ما شاء الله نعم وركبها طيب والله طيبات نعم اقول لك اذا طيب كل الحلال طيب لكن مسرة من العام الماضي ما ضغط طعم الهزيمة هاي الصفرة؟ مسرة اللي سبقت نعم ما شاء الله ما شاء الله ومن عقيل شفناها اليوم افتتح الأشواط واختتمها مع بكرة بعد منها وأزود الله يبارك له فيها إن شاء الله أنا أشوف محمد المسرة بن عقيل وغيره أبو داوود اللي تحت الشعار هذا ما عليه خوف مرة المسرة طال عمرك أهلت نفسها اليوم أنها تكون إن شاء الله من النجمات القادمة في الرموز بحكم شكلها وأدائها وتيمها وكذلك سلالتها بنت شاهين بنات شاهين من نجران وطالعت من نجران نعم كل هذه المميزات طال عمرك تواجدت في مسرة نعم ايش فيك ابو ذيب؟ والله يعجبني ابو نواف لجات من صوب عمان دحدر ولا عاد والله يردها راد وابو يام لقيتها من صوب نجران خلاص خلاص شوف الشيء يا ابو ذيب يا ابو ذيب دائما شوف الشيء المميز المميز دائما الشيء المميز هو يقول يقول انا شوف شيء مميز يقول ابو يام قال هو هنا صادق صادق دائما الشيء اللي نركز عليه يا ابو ذيب وانتاج ميدان نجران صراحه تميز تميز الفتره الاخيره اليوم في بكره الفتره الصباحيه نجران سجلها مرتين على بعيد البريك يعز الجيش ميدان نجران ايضا الفتره المسائيه الشوط الاول من انتاج ميدان نجران لازم نشير بالنقطه هذه عشان المالك يعرف وين يتوجه انت والله عذل من بشريهم عليك هذاك والبكر عز الله انها ان شاء الله اذا سمعت اول ما تسبق هجن الكويت ولا العيريه بنشير لها على طول ما يحتاج ما يحتاج بس تشد حيكم لا ابدا خلوها بصره من تجمل شيء تجمل بذراعه ولا بصره الله فيه ما عليك الا تشدون حيكم انت ما قصرت بس انا ما قلت لك يعني تفنيدكم للعمان ونجران غير شكل صراحه عشان ما يضايقك انا اقول يستاهلون انا اقول وجهه نظرك لا خليه مر مضمرها عماني ولا منتجه عماني والسلامات الجعلاء وهو الفايز واحد من المسلمين والله ما عاد تخلصها منها عقب 20 سنه هو تيمل ونحن نقول شهاده حق في اللي تحضر جزاكم الله خير ابو سلطان ايش رايك يا ابو سلطان؟ ابو سلطان يضحك زين نشوف الشوط الثاني مشاهدينا الكرام ايضا شوط رئيسي وقوي الشوط الخاص باللقاية القعدان يذهب لمصلحة هجن الشحانية مع أدهم بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المرني بينما مستحيل أدهم الصواح عفوا مستحيل مستحيل لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم أو جابر بن سالم بن فاران المركز الثاني مذهل أيضا لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم الفراني المركز الثالث جاء في حالول لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية أبو نواف كيف تابعت هذا الشوط اللي استطاع من خلاله مستحيل مع الشعار الأدعى من يحسم المركز الأول والشبل جاء بمستحيل في الصدارة ومذهل مصيفا لمستحيل نعم أبو محمد تقدم بالتهنية لهجن الشحانية على حضورهم في الفترتين الصباحية والمسائية بهذه النوعيات اللي تدل على أن هناك مخزون كبير من السبق تمتلكه هذه المؤسسة اليوم تابعنا شوط أدهم شوط مستحيل بالغ اهتمام قعود كان في وسط الحلال ولحق الحوق ما شاء الله وأنهى نهاية قوية تدل على أن هذا القعود عند احتياطي قادم في ما تبقى من مشاركات واعتقد ان اليوم فقط بدايه تجهيز هذه النوعيات انما هناك ايضا شيء اخر سيقدم بالاضافه الى مذهل بالاضافه الى حلول بالاضافه اللي تبعناها الفتره الصباحيه كلها ابو محمد هذه النوعيات وش بنقول منها ما شاء الله تبارك الله والله يبارك لهم ونحن مشجعين هذا الشعار ودائما نتابع باهتمام ظهورهم يفرحنا نلاحظ الان التنافس بين هجن الشحانيه بين المضمرين مختلف المضمرين جابر بن سالم سالم فاران محمد بن خالد العطية الكل قدم النوعية اللي من خلالها يستطيع المنافسة في قادم الوقت في أشواط الرموز فقط ما نراه ما شاء الله استعراض من هذه الهجن لبسط نفوذها على المقدمة الجعادين اليوم في قمة أداهن وفي قمة عطاهن كل ما شاء الله يقول الزود عندي القعود اللي مستحيل اللي وصل الآن في المركز الثاني لاحج وخذ من اليمين
وبدا ينفرد انفراد جيد يدل على ان هذا القعود في قادم الوقت سيكون لشان ابو محمد، ونتمنى ان شاء الله ان تستمر هذه النوعيات بما نراه ومن الافضل الى الافضل. لما تقدم شيء تجده كل هذه المشتريات وهذا الدعم والتسعيرات اللي نراها في سن الحقائق واللقايا لتدعيم هذه القاعدة وبنى قاعدة جيدة للمنافس في قادم الأعوام. استمرارهن أيضا أبو محمد معمول إلى سن الحيل وسن الزمول. لما تشتري من تنتقي من حجة ومن فطيم إلى لقية إلى إذعة وتدعم صفوف، بالإضافة إلى أن نعرف هجن الشحانية تمتلك رافد آخر هو رافد الإنتاج من هجن أم الزبار. صحيح. كلها تصب عوامل النجاح إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح. نعم، حط له فارق أبو مبارك. مستحيل القعود. القعود هذا ما شاء الله يعني مستحيل من أقوى القعدان، مع أن إحنا يمكن لفت انتباهنا في خلال المشاركة في المحل الخامس مذهل، شفنا له ركض ذاك اليوم ركض قوي، ولكن اليوم شفنا مستحيل يسيطر على جميع المشاركين وبفرقية 3 ثواني تقريبا، حيث كان توقيته 7 دقائق و33 ثانية، المركز الثاني 7 دقائق و36 ثانية، فرق حوالي 3 ثواني. القعود صراحة كان أداء طيب، وشفنا لحوقه تقريبا عند الكيلو و200 وتقدم مع جميع المشاركين في 500 متر الأخيرة. القعود مميز، وعند بعد كذلك مضمر الله يوفقه مجتهد، فنتمنى إن شاء الله نشوفهن في سائر الأيام القادمة إن شاء الله في أشواط الرموز من خلال المشاركات الداخلية وخارجية إن شاء الله بإذن الله. القعود ما يطلع عادي، مستحيل شرحه وسيره شرح اللي ولا حتى القعود اللي ثاني وراه مذهل. نعم القعود شرحه وسيره مو بعادي. أنا بسألكم عن أبرز ما شاهدتم، مثل ما أشار قبل شوي أبو سلطان إلى معنا، وبو نواف أشار أيضا لرهف، والآن أبو ذيب يشير إلى مستحيل. سنتعرف أكثر وسنقربكم أكثر من آراء المحللين الفنية حول أبرز الأسماء المشاركة في هذا اليوم، ولكن الآن نذهب لنتعرف على نتائج الفترتين الصباحية والمسائية، وبعدها نأخذكم إلى فاصل قصير، نعود من بعده لبرنامجكم الرئيس. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد لنتواصل معكم في برنامجكم برنامج الرئيس. الخبراء الفنيين بكل تأكيد بأن لهم رؤيتهم الفنية ولهم أيضا ما يلفتهم من بعض الهجن اللي شاركت اليوم. قبل شوي أشار أبو سلطان في بداية ومستهل هذا الاستديو عن معنى قعود، أشار بأن بيكون له مستقبل كبير. أيضا بو نواف أشار الرهف، بو ذيب إلى مستحيل، بن حباب يقول في شيء أنا تابعته وشاهدته اليوم وجهة نظر، يقول لا عنده وجهة نظر، ويقول عنده وجهة نظر ولا عنده شيء، لا وجهة نظر يقول محمد. كل واحد له رؤية في مطية معينة. بس دقيقة بو مبارك، خلني بس عشان أوضح للمشاهدين عشان ندخلهم في الصورة معنا. قال بو ذيب وبنجرحب، يا فهد علمنا وجهة نظرك الحين، تراك ما قلت للحين وقلتها على الهوى، ترى انا بنعارضك ليه تكشف خطر، فهذا شوف انا ابو مبارك تعنصر انه طال عمرك هذا هجوم غير مبرر، حتى لو كنت صحيح بيهاجمك بعد، يعطينا وجهه نظره. انا وجهه نظري بقولها علني،
وانا ما نبقى لها لو معلمهم بها. وجهه نظر يهاجمونك. انا طعمه ذاك اللي يقول لي ندور سلبيات وبنجيبها له. يدعم الطوف ولا يسمي. نعم. والله على قولة نوار الله يمسيه بالخير. نعم. دوس الجمر ولا يسمي. لا دوس الجمر صح. اخو سمى. نعم. علشان تعرف انهم يهاجمون بدون مبرر ابو محمد. بدون مبرر. هذا الرجال ما قال كذا. يهاجمون ويشيل عليه الحال. هم اللي يهاجم غير الوليد. ابو نواف رفيقنا من يوم خلقنا حويا ما عاد الرجال ما فرق عنده. هو لو عطى يا ابو علي شوف شوف ما قطعكم ولا قطعكم ولا عليك اني باخذ عرضتهم معرضينها قبل تستفتي معرضينها قبل هم الريح ابو مبارك لو عطانا وجهه نظره كان علم الله سلبياته وايجابياته عن تحت الهواء لكن ذي الحين احنا ما حد جاملينه لا جاب وجهه نظره ولو انه معلمك تحت الهواء بتجامله لا بقول لك ترى كذا وكذا بنعلمك نصحه لا 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 انا بنصح عندي نصيحتي من باب الاخوه لكن ذي الحين بيقول وجهه نظره أنا بيرغمني إني أقول وجهة نظري الصحيحة في وجهة نظره. زين خلنا نسمع. أحد عارضك يوم رشحت في وجهة نظرك؟ لا ما. لا أحد عارضك؟ لا لا أنا ما قلت وجهة نظرك. عارض معارض. أنت عطر وجهة نظرك خلنا غلنا نسمعها. شوف بالنسبة لسن اللقاية سن موجود طال عمرك. متقلب. فيه طال عمرك هجن يمكن ما حطت في الأشواط الرئيسية أو ما شاركت في الأشواط الرئيسية لكن بيكون لها تواجد في المحتفلات. في بكرة. إذا الله ساداها أنا أقول لك من أقوى البكار ركضت اليوم في الشوط السابع الشوط الصباح السابع نعم اللي هي مهرة مهرة نعم طرف الهجن طرف. الشحانية عن المضمر يعني نفس وجهة نظر لا مستحيل أنا ما جبت شيء جديد يا أبو مبارك مستهلك أنا أقول لك تعتبر من أفضل البكار اللي قاية الموجودة في هو لو قال عندي ترشيح زين بس هذه مهرة نعم مهره ركضت في الشوط السابع، ايش اللي لفتك فيها؟ البكره هذه طال عمرك كان يعني ادائها يعني بدون تكلف بدون اي تعليمات ودبرت من الحلال رهو وفي التمهيد البكره سابقه في المحل الرابع اعتقد والبكره ما شاء الله مع يعني زين الشكل زين الاداء والمطيء نعم والذلول طال عمرك اللي تروح ما تضغط على عمرها صح تقول طعمك انها ما تقطع الفرجة طعمك بأداها ويتدبر تقوم اسلوب ركضها اداء ركضها زين وعقب تدبر من حلال ومحمد المعلوميه مهره ما انسبقت السنه عندي مداخله اخر ركض افضل توقيت عندها وعلى مهره التمهيديات افضل توقيت مع مهره وعلى ما اعتقد عندها كاس العام الماضي الشوط التاسع تكسب توقيت ركض كله بكره تسيب من خير العادي ولا لا لا لا, لا هذه بنت هذا ترشيح غير بريكي هو يقول لا هو هذا ترشيح كان يقول كان عندي قال انا عندي ترشيح وين ابوها يا ابوي يعني ما شاف ما جاب شيء جديد من نجران نجران من وين من نجران سمع وذيب خلاص خلاص عيدنا الحين شوف هم جابوا وجهه نظر هذا ترشيح ما عادي في فرق ابو مارك وجهه نظر الترشيح كذا انا الصبح ما اركض اقصد وجهه نظر في الترشيح وجهه نظر والله تعرف تعدله الله يجزاك خير زين حامد اليوم عندنا اشواط كثيره الرابع كل منهم اشار الى اسم عطنا اسم انت لفت انتباهك والله مهر انا تابع ام التمهيديات البكره هذه قويه وبكره ركضت العصر اسمها وش اللي يخليك تتابعها؟ تابعها لازم نتابع الحلال هذا وش تبي تتابعها يعني؟ مهرة من الحلال المتميز في التمهيديات محلل فني يا اخي محلل فني يتابع الرموز يتابع اشواط الرموز الشوط السابع يتابعه وش ابغي به؟ وش حاجته به الشوط السابع يتابعه؟ العصر اسمها ترف لا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن على ابو لا مهوي اللي مهوي اليوم اليوم اداء 10 على 10 والله اللي مسخن بعد بس ترى قال حامد انت مسخن محمد انا لفت انتباهي مروب 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 الهجين الشحانية مروب سابقه في اخر شوط اليوم فتره نعم. مروب والعارف ماضيها مروب ماضيها طيب ماضيها طيب ماضيها مشرف اي نعم ماضيها مشرف نعم وفي رصيدها رمز العام الماضي صدقت هو شوط رئيسيه وعصاها الطعم ما البكره اللي انت تبغى غيرها هي نعم تعجبنا بعد زين مبارك مروب لفتت انتباهك الشباب تكلموا على مهره بن حباب من القعدان اشار ابو مبارك الى معنى غير معنى من القعدان اللي لفتت انتباهك اليوم. غير معنى فيه قعود سبق الفترة المسائية اللي هو شعب شعب اللي هو شعب نعم هذا قعود مشري العام الماضي من ماخذ رمز من عند سيد بن رملي العامري وابوه الوال العاصفة وقعود هذا من عند من؟ هذا عند بن رملي محروف عند بن فرام عند ماخذ رمز الأمير الوالد العام وعود سبق الفترة الصباحية في الشوط الأول ولا تكرار بعد العام الماضي لها إنجازات وقوي قوي نعم حمد مثل هذه الملتقيات أنتم كمراقبين فنيين أو كمحللين تسجلون ملاحظاتكم
على أبرز هذه الجواهر المتوقع أنها كلها مستقبل مشرف. من هذه اللحظة أعتقد يبدأ الجمهور يعيش لحظات الترقب لأشواط الرموز، يبدأ يقارن يقول هذه يمكن تروح في الشوط كذا، نعم. فلانة على البعير العماني هذا أكيد بيقلطونها في شوط العمانيات، هذه لا بتروح في المفتوح بيرفعونها، صح. فالجمهور من الحين أعتقد أنه بدأ في حماس الرموز. صحيح أبو محمد، المهرجان يكشف لنا نوعيات الهجن ومحك ومعيار الهجن، سواء كان راعيها جايب اللي وراها ولا مخلي وراها علوم ثانية. المهرجان المؤسس يعتبر من المهرجانات اللي المراقبين والمشاركين والمنافسين الكل يتابع مهرجان المؤسس وما يسجل فيه. صدقت. شواط الشيوخ الليلة، اللي قاية الشيوخ الليلة، هجن الشحانية الليلة يمكن حصلت على أكثر الأشواط سواء كانت الفترة الصباحية أو الفترة المسائية وسجلت التوقيت مميزة، ولكن بعد بتعيد حساباتها تتأكد هل عندها فعلا هذا المستوى اللي قاية ولا محتاجة دعم ولا شيء. احنا شفنا مستوى طيب، وهجن نوعيات عندهم نوعية ممتازة، ونتمنى إن شاء الله أن في المهرجانات تكون أفضل تقدم الأفضل. وهجن الشحانية عندها نوعيات ما شفناها ما شاركت، يعني دليل أنهم إن في نوعيات خلاص يعني معطينها شهادات أنها تكون تصنف من الهجن القوى. كذلك المؤسسات الأخرى غير هجن الشحانية، الكل يراقب الليلة، الكل يراقب ويتابع مثل متابعة أبو ناصر الشوط السابق مثل ما قال أبو ذيب، الكل يتابع متابعة عن كثب يبغى يشوف وين القوة. هجن الشحانية الليلة يعني شيء طيب، مشاركاتها اليوم والليلة يعني شيء يطمن جماهيرها، ولكن حنا نطمع إن شاء الله للأفضل، وهذا اللي حنتوقعه من صح من سود مضمرين هجن الشحانية. أتمنى التوفيق. أعتقد أبو سلطان بأن الجمهور وأيضا مضمرين هجن الشوخ سواء اللي شاركوا أو اللي ما شاركوا، لأنهم بكلهم موعد، نعم، وبكلهم لقاء يجمعهم كلهم، أكيد. فبالتالي أعتقد أن اليوم بدأ الجمهور وبدأ المضمر يراقب ويقول هذه فلانة يمكن تروح في الشوط كذا، فمن الآن بدأت الإثارة أعتقد. طبعا المضمرين اللي مطعمك هلا بيركضون على أشواط رموز، صحيح، مطعمك أشواط قوية، والشاب كلنا يحسب الحساب الشيء اللي بتكون له منافسة وشو، لأنه طعمك بيوم بالأيام بعد عنده بكرة وقعود مرشح للشوط هذا، الشوط اللي شوط اللقاية وشوط الإذاعة وشوط أشواط الرموز، هو طعمك لازم يحفظ الأسماء وحسب الحساب وكيف طريقتهم وكيف يتعامل وياهم في الميدان بعد، نعم، التعامل بعد في الميدان، المطية الدفوع كيف التعامل وياها، المطية اللحى كيف التعامل وياها، لازم طعمك يكون بعد المضمر مدقق على الرشاب اللي بيشارك وياهم، أن هاي الرشاب سبق بهالمستوى، وأي غلطة من المضمر وأي طعم قفلة تفوته جائزة، تفوته رمز، تفوته يعني وايد أشياء، صح، لازم يكون طعمك مدقق لهاي الأبوش سبق، والسبق طالع منك لما في يوم طعمك منافسة لازم تكون، لكن طعمك هو اللي رايد لنا الله بيسر مهما كانت الحالة، لكن صح يحاول الإنسان يعني يحاسب حساب السوق، صحيح، يحاسب، نعم، صح. دائما أبو ذيب في كل مهرجان وتكلم على المهرجانات الختامية، سن اللقاية تحديدا يكون له جمهور كبير، ليه؟ لأنها هجن جديدة يمكن تعرفها أنت، حق راكضة حقه ومحققة رمز، ولكن أتكلم على مواجهة مصيرية مع هجن الشيوخ، نعم، مع قوة عظمى انتقالها من، صحيح، فالجمهور كله مترقب. أنا الكلام قلته البارح يوم جانا أخونا من بريك من الموجود يا أبو محمد بسلامتك، الجمهور يترقب بعد يدور النادرة، صحيح، في المشتريات هذه في الصفقات هذه يدور، السبق موجود، هي ما انتقلت ملكيتها من الشعب للشيوخ لأنها سبوق ولا في سبقها ما في كلام، لكن يدورون النادرة اللي غديرها جمهور. احنا يمكن شفنا في الآونة الأخيرة انخفض ظهور النادرات اللي تكون لها قاعدة جماهيرية، ما نقول انها ما هم موجودة ان شاء الله، لكن نبي من السن هذا يظهرنا نادرة، العربي تعمل يقول لها. وانا بعد عندي مقترح المضمرين هجن الشحانية اما يوحدون اسم مطاياهم ولا يخلفون اسم مطاياهم علشان نلخبط الأوراق شوي ولا واجد. فالعرب في ترقب، يعني اليوم شفنا الركض كل اليوم كل نتابعه، فنتمنى أن المقترح إذا أول شيء يتمنى أنه يكون له إذن صاغية. شو المقترح؟ المقترح شنو يبغى؟ لو ما عينوا فيه فائدة العرب قدامنا ما كان له فائدة. حط لنا اسم موحد،
أيه. انت اسمع ولا كل مهرجان يحطون اسم له سامي واجد، فهذا شيء هذا مقترح. بس سامي ذي ابو ذيب اذا حطوها واحد بتضيع عليه. لا لا ما تضيع، هم مضيعين، هم مضيعين مره، لا توصيهم بالضاعف ما عندهم ان شاء الله. لكن لو وحدوا اساميين صفهن واحد ان شاء الله وركض الواحد، والعرب معينين فيها لذه الاسامي الموحده هذي. فنتمنى انهم يوحدون اساميها، ونتمنى باذن الله ان احنا نشوفهم الشعارات كلها يوم تجتمع شعارات المؤسسات، تاكد ان الجمهور يعني الشعب وحتى اللي مهم بهالهجن ينتظرون التقاء عمالقه الركض. يمكن العام شفنا ديربي بين سالم بن فاران وبن زيتون ومواجهه قويه وما غير قصورهم في اخوانهم المضمرين. فنتمنى ان شاء الله احنا نشوف السنه هذه ان شاء الله نشوف ختاميات مغاير عن الختاميات بعد العام، تكون اقوى باذن الله. وفي توقعات من الثنايا الحين انتقلت الحين وفيها اسامي مصنفه جدا صح. لكن انا اتكلم على اللقايه تحديدا. نعم ابو نواف، الجمهور دايم في كل سنه، يمكن نذكر في سنوات قديمه جدا كيف كان الجمهور يترقى، يمكن ابو سلطان بعد يذكر باعتبارنا من اهل دبي، كان الجمهور يترقب، يمكن بعد كانت اشواط الرموز الصبح كاسات ند الشبل سن اللقايه صحيح، كان بمثابه يعني تقول ذاك اليوم يوم عيد، يوم فرحه. نعم. بعض الناس حتى ما كان يرقد في الليل صحيح ابو محمد، حتى بعد قبل ما كان في دش. نعم. لأن نحط المعلاق ونحط الاريل الاريل فره وجه، واذا في رطوبه ما يجيك البث بعد. هذا مفتق ابو محمد، لا لحقت يا رجل. اللقايه دائم لها اهميه، لقاء اصحاب السمو الشيوخ اهميه يمكن ما يضاهيها الا السيف الختامي، لها اهميه كبرى مع المتابعين، يمكن حتى المؤسسات نفسها بودها تستكشف اللي عندها من الحلال وش بيكون في الاجتماع، وش مصيره، وش منافسته، فهم يبنون خطط واستراتيجيات طويله المدى، بودهم يظهرونها للجمهور حتى يبينون النوعيه او المخزون الموجود عندهم. ونحييهم نحن دائما على الشفافيه والصراحه على ما يقدم، ومثل ما قال ابو ذيب ود الاخفلاء، والله الشفافيه انا اشوف والتقدير والصراحه والتعامل مع الاجواء التنافسيه تزيد الحماس، ما تقلله، ما تقتل الحماس، تزيده، وتبنى الهجن قاعده جماهيريه بعكس يمكن اللي تعرفه واللي ما تعرفه شيء مبهم. لكن لما تعرف بكره معينه مثل ما شار حامد ان بكره هذه محبوبه من البدايه ومتابعها ولها شعبيتها عند الجمهور، فراهن عليها في قادم الوقت انها تكون لها كلمه. كل اسم يكون له قاعده من يوم هو فطي حج ولقي وهكذا يستمر التالق من فئه الى فئه، وهذا شيء محبب محمد مكره. بالعكس انا اشوف اشواط اللقايه باسمها الحاليه من افضل الاستراتيجيات اللي تقدم. نعم. سؤال حامد، هجن الرئاسه ونشوف بعض المؤسسات يمكن تعطي اسماء في السن الصغير في المركاض العادي، مثلا هملول، هملوله، شاهين، الشاهينيه، بعد في المهرجانات هل يتم اصدار عليها اسماء خاصه يعني فيها؟ والله شوف ابو محمد، هي ما لها مقصد يعني في التمهيديات، لان كثره الحلال مضمر، كل مضمر يشارك خمسه او ست، وفي حلال يخلون يعني مثلا يقول علي بن يميل سجل لي باسم حملوله، مثلا محمد بن زيتون باسم الشاهنيه، لان اكثر لانه يفرق عن اشواط المهرجانات، المهرجانات يركز على خمسه او ست مطايا، اما في التمهيديات لا اتكلم في المهرجانات يعطيها اسماء. لا في المهرجانات اسمها اللي هو الثابت، يعني مثلا بدايه العام شفنا بمهدية في السنة اللقاية نجمة طلعت جديدة، شفنا في ميدان الشحانية عوايد في مسمع عوايد، شفنا في ميدان الوثبة اللي هي القابضة في السنة اللقاية ونجمة جديدة، ويبقى اسمها معاها خلاص، يبقى اسمها معاها الحلال يبقى اسمها معاها. نعم. ايش تقول فهد؟ ابو ذيبي طالب يقول اني انا طالب ان هذه الاستراتيجية تكون ايضا مطبقة في هجن الشحانية. مع احترامي لكل مؤسسة ومع احترامي لكل قائم على مؤسسة وكل مضمر في المؤسسة، حتى لو غيرت اسمها وركضت اليوم المتابعين ما يغفل عليهم شيء، ممكن يغفل عليهم من خلال الأوراق، لكن على أرض الواقع المطية يعرفونها ويعرفون أثرها، هذه ناقة فلان، مشرية ما عند فلان، مشرية ذاك الزمان أبوها فلان، يعطيك ريبورت كامل عنها. فأنا وجهة نظري الشخصية أن كل مطية تحتفظ باسمها، ما رأيه راح يزيدها ولا راح ينقصها. نعم. مع العلم بأن لكل مؤسسة استراتيجيتها، نحترم لا. كل استراتيجية. نعم. نعم. كل مؤسسة لها استراتيجية. نعم. ولها طريقة في الإدارة. نعم. ولها نظام ما في. صح. إيه نعم. بعلى طعمه كله. صح. عما قال المطية اسم لا يزيدها ولا ينقصها. إيه نعم.
وهاي لها جماهير بعد ترى غير المحللين لها جماهير مشجعين. نعم صدقت قالك مثلا فلان باشر لها جماهير مشجعين ولها حتى يحضرونها ولها جماهير طبعا يطالعونها على التلفزيون ولا صح الاسم زين في مصداقيه طبعا كل مطية تركة البشر هم معروفة ما تبدأ من سن حجة لين صح يمشي سنه وعمرها كله ويتركة وهذا موجود نعم موجود نعم يمكن وهذا محبة يمكن بعض المؤسسات تعطيه في السباقات المحلية لكن وقت الركض يجيل اسمها الرسمي الأصلي في قطر ما عندنا ايه؟ في قطر عندنا اسم هادو لا الاسم ما يتكرر عند المضمر ايه الاسم ما يتكرر في نفس السن نفس السن ما يتكرر الاسم في نفس السن ما يتكرر السياسة هذه مشت عليها اللجنة المنظمة سباقات اللجنة من 2013 من اول ما بدينا بالبرنامج جزاهم الله خير جزاهم الله خير لا الجماعه ولا الشيوخ يعني الحين مثلا عزبه هجن الشحانيه عند بن فاران ما يصير يسمي مثلا مزنه ومزنه لا عنده هو لا أي. بس يقدر بن فاران يسمي مزنه ويقدر بن عقيل يسمي مزنه ويقدر بن عقيل يعني الحين ابو محمد اذا بن فاران عنده ثنيه اسمها مزنه وحائل اسمها مزنه السيستم تلقائيا من ثنيه الى حائل يجيك شعار في البرنامج انه لازم يطيح يتغير اسمه لازم يتغير هذا في سن الحين لما تنتقل الحينية ونقول اسمها راح واضح هذا أكثر شيء زين بنتكلم على طرق الإدارة في العزب الكبيرة أبو يام إحنا نعرف بأن هجن أصحاب السمو الشيوخ دائما هي مضرب المثل لنا لأنها هي اللي تمتلك الأعداد وهي اللي تمتلك أيضا القوة المادية مثلا العزبة فيها 400 مطية على الأقل هذه العزبة فيها مضمر كبير مشرف من تحت هذا المضمر مساعدين ومن تحت المساعدين ربما هناك أيضا مساعدين آخرين فتختلف الإدارة أبو يام كلمني عن الإدارة ودورها في نجاح هذه العزب بدون شك يا أبو محمد العزب الكبيرة مثل هجن الشحانية ولا هجن الرياسة ولا العاصفة لابد يكون عندها إدارات والإدارة هي الأساس في النجاح والإدارة لازم أول خطوات نجاح الإدارة تكون قوية الإدارة لما تكون الإدارة قوية متابعة لعمل المضمر وأدائه شنو الأهم أهم الأنماط الإدارية اللي تكون في رياضة سباقات اللجنة وتحديدا فيها العزب الكبيرة إيه؟ هل هي مثلا المتابعة الدقيقة المركزية اللامركزية ودنا ننقل الحوار إلى نوع آخر مركزية في حدود ولا مركزية في حدود مركزية طال عمرك بين المشرف العام على العزب بشكل عام توجيهها للمهرجانات كذلك توجيهها طال عمرك لإدارة المهرجانات بأنواع الحلال اللامركزية يعطى المضمر الأريحية في المشترى كذلك يعطى الأريحية في اختيار الحلال للشوط لأنه بيكون أقرب من الإدارة اللي فوق لكن الإدارة اللي فوق لابد أنها تكون قوية وصارمة في بعض الأمور من ناحية طال عمرك أداء الحلال في التمهيديات متى يعني يقدم مستوى أو ما يقدم مستوى لأن أحيانا نشوف بعض المضمرين أداء هجنة تكون مستوياتها قوية في التمهيديات لما تحضر المهرجانات يكون أداءها أقل بحكم يمكنها استنزفها في التمهيديات أو في التنشيطيات لابد هنا أن الإدارة العامة تكون يعني على انتباه بإعطاء الأوامر للمضمرين لا خل هجنك دائما تكون جاهزة للمهرجان وليس للتمهيدي اليوم ما شفنا يعني اللي أفهمه منك أن تقدر تقول بأن حلو المركزيه في جوانب وفي جوانب اخرى لا مطلوبه لا مركزيه يعني يعطي المضمر بشكل عام نتكلم يعطي المضمر طال عمرك الاريحيه في اختيار الذلول في المشترى كذلك اختيار نوع الذلول للشوط واضح اي اما لانه هو اقرب وهو اقرب وافهم في الامور الخاصه هذه ولكن في جوانب اخرى لا لابد ان الاداره العامه هي اللي تكون مسيطره طلبت المداخله ابو ذين بالنسبه لسؤالك لابو يام احنا شفناها العام طال عمرك العام يوم صار إدارة في مثلا في هجن الرياسة وفي هجن الشحانية هجن الرياسة شاركوا بمضمرينهم في ختام دبي اللي هو بشعار بن زيتون مكان المشاركة في أشواط الرموز وجانا هنا وشفنا أداء هجن الرياسة وشفنا التأمات اللي كانت مغايرة صح ولا لا هجن بن فاران سالم اللي مع سالم فاران شفنا أداها في دبي ما كانت في الأشواط اللي قدام ها شعلة منها توزيع مهام من حضور حضور وشفنا أداهن في 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 ختام بس شبه ماخذ الرمز هنا وخذت الرمز هنا ما بس أقول لك أنا بشكل عام بشكل عام فالإدارة هذه يمكن حنا في مشجعين هجن الرياسة كان عندهم
تشويش ليه بن زيتون ما شارك في الختامية المرمو، وهذه تحسب للشيخ سلطان بن حمدان الوقفة هذه، لأن هذه إدارة صحيحة. وزع مهام الهجن، أنا ما بيستنزف أوراقي كل أبوها في مهرجان واحد وأنا عندي مهرجان ثاني بقاتل فيه، مثل سالم بن فاران وزع مهام هجنه وكان له هدف ختامي قطر، أني يعني بحافظ على السيف بحافظ على الرموز، وشفنا مواجهة يعني صراحة استمتعنا بها. واضح بغض النظر من كانت له ومن كانت عليه. واضح، إذن الإدارة لها دور مهم. أكيد مبارك، أكيد 100% الإدارة مهمة، مثل ما الاختيار المضمر إدارة انتقاء المطية مثل ما ذكروا، إدارة بشكل عام، لكن في إدارة بشكل خاص اللي هو المضمر، لازم تحت مضمرين وتحت مضمرين مساعدين. لازم أنا عندي مثلا 400 مطية، أنا بضمر الحال هذا كله لازم معي مضمرين. صح، وتحت وهذا موجود مبارك. أيوه، تحت المضمرين مساعدين، لكن أنا المضمر لازم تكون إدارة عندي، إدارة عندي بتوزيع الحلال، باختيار الحلال، اختيار المهرجانات، لا حتى بتوزيع الحلال على المضمرين الموجودين عندي أنا. مثلا المطية هذه بعطيها فلان، بخليها تحت إدارة، هي كلها تحت إدارة المضمر، لكن تحت تضمير فلان اللي أنا مشرف عليه. ما أدت أداء طيب بشلها من عند فلان، بجيبها عند فلان، يمكن ما ركبت مع فلان، لكن أنا الأول والأخير المضمر الرئيسي. صح، لأن الإنجاز كله ينحسب على المضمر الرئيسي، الإنجاز مثلا ما أنجز حال أخفق ينحسب على المضمر الرئيسي. فحنا شفنا مضمرين عندهم إدارات، وإدارة كمثل في الميادين بينت. صح، في الميادين في مضمرين متألغين. صح، تنحسب على إيش؟ على الإدارة نفسها اللي عند المضمر. واضح، حنا نتكلم على أبو علي على الإدارة، ومثل ما يقولون بأن الإدارة فن، الإدارة تدخل حتى في تحميل المضمر مثلا في مشاركة خارجية واختياره أنه يحمل في التوقيت الفلاني المعين، هذا نوع من الإدارة. صح، أنك بتحمل في توقيت معين وبتوصل هناك في وقت معين. نعم، نعم. فالإدارة حمد في عالم سباقات الهجن أعتقد بأنها بنسبة 100% موجودة، حتى وإن كانت ليست موجودة بالمصطلح المنمق من الكلام، ولكنها موجودة بنسبة 100%. أبو محمد، الإدارة، وجود الإدارة مهم جدا في وضع الخطط للمضمرين والهجن والمشاركة مثل ما تفضل الأخوان والمهرجانات. كذلك الإدارة تتدخل، الإدارة الناجحة لديها الخبرة تتدخل حتى في أثناء العمليات الشوط نفسه، يا فلان حرك مطيتك، حتى لو مطيتك مرشح حرك مطيتك على المطية اللي قدام، ويا فلان، يعني الأمور هذه الأمور البسيطة تتدخل فيها الإدارة، أو يكون هناك خطة يضعونها المضمرين قبل الأشواط، وتكون الإدارة مشرفة عليها ومعطيتهم موافقة. أنت تتكلم الآن على إدارة عليا حمد، أنت تتكلم عن إدارة العزبة، العزبة نفسها أو المضمرين. لو يمكن التغير الخطة أثناء الشوط بعد، في أثناء الشوط ممكن بعض الرياجيل، أنا الحين عندي مطية مرشحة ومطية تأخر، لكن اليوم دفعت، ولكن عندي رفيقي الثاني عنده، ولا عندي مطية ثانية متأخرة، هنا بغير الخطة، ما أمشي على خطة واحدة. لكن وجود الإدارة هذا وجودها مهم جدا. وبعدين الإدارة تسوي كنترول على بعض الأمور، بعض الأمور يعني تحتاج إدارة لديها الخبرة، إدارة صارمة في اتخاذ القرار، عندها سرعة البديهة وتغيير أي أمر طارئ يقدر يعني يدخل في الإدارة. هناك عدة جوانب كلها تصب في مصلحة النتائج الطيبة. صح، يظل وجود الإدارة الناجحة. نعم، تتكلمون على إدارة عليا، أنا أعتقد أن حتى الإدارة في كل شيء موجودة، 100% في كل شيء، في العزب في إدارة مالية لازم يكون، في إدارة كذا، في إدارة في حتى مسؤول الطعام. نعم، أنا أقول لك أبو سلطان، على طاري بعض الحلال مثل ما أشار حمد قبل شوي. نعم، حتى في الشوط. نعم أبو سلطان، في الشوط مثلا عندك مطية قامت على غير يعني مثلا على غير العادة، على غير العادة وعلى غير طريقة ركضها المعتاد. نعم، فهنا اعتقد بعد ان المضمر في هالوقت، المضمر الناجح، المضمر اللي عنده سرعه بديهه حتى وان كانت مطيته مرشحه، ولكن شاف مغارها تغير يخدم زميله في الشوط. طبعا شفناها يمكن في اكثر واحد، حتى قالوا في رموز صادها بالخدمه رموز، وخبرنا عنها قال شفت تناقم تروم الشوط، لكني خدمت بها الشوط. صحيح، في ما تروم الشوط ذاك اليوم، هو في يوم هالشوط. نعم، لكني خدمت بها الشوط. صح، يعني أدت واجب غير واجبها، يقولها خدمة لشعارها، لشعارها. نعم، لشعارها لازم تعمل، مثل ما تقول الإدارة هاي الهم مسؤول،
والمسؤول يوجه هاي صح حتى في اثناء الشوط يوجه شو مطيه شو مطيه عن المؤسسه غير المؤسسه اللي هو ينتمي لها بيحرك عليها لازم يشعر المضمر اللي عنده مطيه اللي هو يبغى يتحرك صح نعم يقول حرك فلان حرك فلان يعني توجيه هذا لازم صح. يكون وتعاون انا اقول لك المؤسسه تعاون بين المضمرين هذا لازم مهم في الشوط نعم في الشوط وفي الركض نعم حامد النعيم يعتقد بان عالم سباقات الهجن هو مليء بالقصص ومليء بالحكايات ومليء بالسرد اللي بامكان المشاهد ان يستمتع فيه من القصص الكبيره نتذكر قصه اعمار مشاركتها في شوط السيف يمكن قبل نعم. كم يوم تكلمنا فيه نعم فقصه حدثت في هذا الشوط نتكلم على قصه الجزيره يوم كانت في سن الثنايا لا في سن الحيل والظروف اللي كانت محيطه بها صحيح. من مرضها ومن ضلاعها وخذت السيف بنتكلم على سبيل المثال قصة نهب يوم صحيح. خذت السيف في ميدان الشحانية من 10 كيلو حرك الله يرحمه الله يرحمه سعيد مش طيب فأقول لك فيه عالم سباقات الهجن مليء بالقصص ومليء بالرواية اللي دائما نستمتع فيها خاصة على شبة الضوء في الشتاء كلمني أبو ناصر عن هذه القصص وعن عالم سباقات الهجن هل القصص فقط محصورة في جانب المنافسات ولا في قصص أخرى مثل نذكر فلان سنة يوم رحنا للمرموم ولا رحنا لأبوظبي ولا يوم جينا قطر كلمني عن الجانب القصصي في عالم سباقات الهجن والله شوف محمد عالم الركض فيه قصص طويلة يعني لو بتسأل كل مالك يقول لك أنا حدثت عندي قصة اليوم ولا ممكن بند آلي ولا ما اشتغل آلي ولا أنا مطيت أنها اليوم دفعوا عليها يعني في قصص كبيرة في عالم الركض أنا من هنا في قصص إذا بتكلم عن قصص أشواط أصحاب السمو الشيوخ في قصص كبيرة في حلال الضحى لاجل شيء من الحلال انه يوصل يعني مثل ما ذكرت انت نهب ذاك اليوم يعني تحركت الناقه هذه المسافه طويله مثل ما ذكرت عمار مثل ما ذكرت الجزيره في وقت يعني كانت ناقه مثل ما ذكرت ان ناقه ضالع وما كانت يعني مهله لذاك الشوط ذاك اليوم لان الناقه ما يعني ما كامل جهوزيتها للشوط يعني في قصص كبيره يعني مثلا في يعني قبل كم سنه في مهرجان في ميدان المرموم يعني في حلال يدفع مثلا المسك كانت ماخذ السيف ولي عهد دبي واستخدمها معالي الشيخ سلطان بن حمدان دفاع وهو باقي عن الركض يمكن 3 كيلو عن شوط السيف استخدمها للحلال اللي بيلحق من وراء وكانت الخطه ناجحه ففي قصص طويله احنا يمكن قريبين من مؤسسه هجر الرياسه في قصص تحدث اثناء الشوط لكن الحمد لله تكون بالنجاح نعم وغير القصص اللي موجوده في الميدان في قصص فهد قصص خارج الميدان صحيح واللي نحتاجه في الوقت الحالي ان نوثق هذا الارث الشفهي ان نوثق هذه القصص اعلاميا او من خلال صحيح. افلام او من خلال برامج ليش لان في كثير من قصص ابواننا الحي منهم الله يطول في عمره واللي متوفي الله يرحمه تراها راحت واندثرت صحيح ويتوثق لمرحله من مراحل الرياضه بس يا ابو محمد القصه الثابته اللي لها نتائج ما زالت حتى لو راح اهلها تبقى في الذاكره تبقى يتناقلها الأجيال عبر الأجيال بس تندثر إذا ما توثقت إذا أنا معاك لكن هي تبقى تبقى عالقة مع المهتمين أنا أذكر على سبيل المثال من باب القصص سنة 2002 تقريبا هنا في ميدان الشحانية سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الله يطول عمره ومده بالصحة والعافية من الناس اللي كانوا مهتمين وكانوا يعني في ذلك الوقت كان هو يتابع كل صغيرة وكل كبيرة سمو الشيخ جاسم بن حمد الله يطول عمره كانوا جالسين وللشيخ عبد الله ويركب الشيخ عبد الله وناصر بن مسفر ويحولون على الشيخ جاسم وناصر بن حباب وعنده الشيخ سمو الشيخ محمد بن خليفة وجاسم بن ربيعة كانوا قاعدين في العزبة وضبيها مسجلة في السيف قال الشيخ عبد الله الناقه من تقوم فكوها خلوها تروح كمان ان شاء الله اللي تامر فيه لان مهدف على السيف ما يبي يطلع وكانت في مشاركه من هجن سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في ذلك الوقت من قامت الناقه دبرت وخذت السيف في العشرة كيلو دبرت وخذت السيف فيعني هم راسمين خطه
ان جاء راحت الناقه ولا الهجين الثانيه اللي بتجي عندها مجال عندها مجال شوره مبروك. نعم. فهذه يعني تكلم قبل 20 سنه من اليوم خطط ما راحت صح. ايضا كلمنا عن القصص الثانيه ابو منور قبل ما نروح الفاصل. قصص كثير ابو محمد اللي عطنا قصه من القصص سواء عند الشيوخ ولا عند الجماعه. عند الجماعه نذكر قصه بن جهويل الله يرحمه لما ركض الشايق الصبح وجات رابع ردها العصر اخذت سياره. هذا ايضا من الخطط اللي ظل عالقه في الاذهان وتدل على حنكه وعلى درايه تامه لدى الشواب الاوليين اللي باجي منهم واللي مات الله يرحمه. هذه القصص من قصه ابوك سعد ماشي الناقه اللي في ند الشبع. اي هذه لا خلاص ما نقول على ابو ذيب. عطنا من القصص اللي عندك. والله ما عندي شيء مبين للحين. لا موقف تعرضت له في عالم السباقات بدايه دخولك للعالم ولا موقف ما تنساه؟ والله يا ولد حاول تذكر لنا شيء. اذكر اني جبت لي حشوان طال عمرك اشكالها زينه بعيني شريتها انا والشايب البير سبوك شارين السبوك بذراعه. اي نعم. وجاب لنا حشوان نزيان. المهم اني نزلتهم في الليل كنا نشل على العايديات ذولي. اي نعم. ما دام احد يشوفه يعني. لا شليناها في عايدي في ليل. اي نعم. جاب في ليل هذول. من هنا السايق السياره عنزي. اي نعم. واحد من الحشوان انتله وباصم ما يرغي. قال هذا سميتوه؟ قلنا والله ما بعد سميناه. قال هذا سماه عرزم اللي لا يحن ولا يرزم. المهم الحين جبنا الحشوان ويوم نزلناها ولهنا ربع موجودين. قال يا ولد مواري السبق في هذا. قال هذا توازي السبق في القعود ذا في البكره ذي. احد يقول مواري واحد يقول توازي. المهم هن اول انتاج البعير اللي الحين شاري. أيوة. والبعير شارينه سابق بذراعه ودافعين فيه فلوس. المهم الحشوان ما طلع فيهم فايدة. شو نقول نطلع لا مواري ولا تواري. من أشكال إنزينه بالعكس ومرزة. قال جبت له صايل يا عربي الأنساب. جبت صايل. جبت له صايل يا عربي يا الأنساب. من كان يبغي السبق يأخذ حداها. حداها راع النظر من زين هاي عجب إعجاب كل المواري والتوازي لقاها. هذا يقول مواري توازي. جبت له صايل يا عربي الأنساب. من كان يبغي السبق يأخذ حداها راع النظر من زين هاي عجب إعجاب كل المواري والتوازي لقاها من اول ما بيع واليوم جلبها تولي الشر يقلع مدقها. على قصة ابو ذيب فاصل وراجعين. فاصل. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. عدنا لكم بعد هذا الفاصل لنواصل معكم الحديث في برنامج الريس. منافسات اليوم كانت عن سن اللقاية مع هجن أصحاب السمو الشيوخ. أشواط مفتوحة تتواصل أشواطنا المفتوحة أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ في يوم الغد مع منافسات سن الجداع. نتعرف معكم على جدول منافسات يوم الغد اللي تنطلق على فترتين صباحية ومسائية الساعة 6 الصبح إن شاء الله الأشواط الصباحية والفترة المسائية بإذن الله تعالى ستكون في تمام الساعة الواحدة ظهرا. هذه جوائز الشوط الأول 250 ألف وجوائز قيمة في انتظار الفائزين والمشاركين. شل اللي ننتظره يا أبو سلطان من منافسات يوم الغد؟ ترى شل الإذاع باشر شل طيب معروف مجرب اللقاية العام الماضي والسنة إن شاء الله بنشوف أن من النتائج طيب وهركه طيب وداء طيب. احنا كجمهور نشوف بعد الهجي اللي تابعناها العام البداية. اقول لك اللي شايف البداية وكانت مرشحات اللي ماخذات رموز واللي طبعا منافسات على رموز. فاكيد ان شاء الله لما اشوف من ركض طيب باشر وداء طيب اذا شارك كان طعمك وهن استعدادهن الطيب كان طعمك بعد كل مضمر وخطته. صح. كل مضمر له خطه طعمه. نعم الله يوفقهم جميعا. شوف مشاهدينا الكرام هذا التقرير
وهذه الزيارة اللي قام بها الزميل محمد بن بريك المري إلى عزبة أخونا الغالي خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، وخليفة أيضا من الشباب المبدعين راعي الخزعلية وراعي غيرها من الأسماء اللي دائما يترك بصمته في ميادين السباقات. إذن هذه الزيارة إلى عزبة خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. متواصلين في تغطية مهرجان المؤسس، يسعدنا أن نلتقي مع خليفة بن خليفة العطية مالك هجن ومضمر معروف ومشارك في مهرجان المؤسس. يا مرحبا أبو خليفة ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا مرحبا بك وبريك وأبرك الساعات اللي جيتنا. الله يبارك في عمرك أبو خليفة. مهرجان المؤسس مهرجان كبير، أول المهرجانات الكبرى في دولة قطر. كيف شفت المهرجان الأيام اللي طافت والإقبال والمنافسة والتوقيتات وإخواننا اللي جاءوا من كل مكان في بلادهم وبين إخوانهم؟ أكيد والله المهرجان من أحلى ما يمكن يعني، وربعنا أهل قطر ما شاء الله أشوفهم مستعدين استعداد قوي وفي الرموز ونتائجهم طيبة، والله يوافق الجميع إن شاء الله. نعم أبو خليفة، استعدادك لهذا المهرجان كيف استعديت؟ هل الهجن يعني هذا المهرجان يأتي بعد 5 سباقات تمهيدية وبعض الإخوان مشاركين في دول الخليج، فأنت استعدادك للمهرجان متى بدأت الاستعداد؟ والله مستعدين من التمهيد الأول، احنا شغالين ونجهز حلالنا ونتمنى التوفيق إن شاء الله، وعندنا اشتراكات إن شاء الله في الأشواط القادمة إن شاء الله. والله عندي حيل ثنتين، واحدة في السيف وواحدة في الشوط الأول في الحيل في السيارات. نعم. الله يوفقك يا أبو خليفة. أنت شكلك من النوع اللي ركز على النوعيات، مطية وسط ما تخليها في العزبة، بس ما تقتني إلا مطية راعية رمز، وإذا نزلت من رمز تروح السيارة. والله يا أبو بريك كثرتها ما منها فايدة، اللي ما تروح مع العرب وتقرب وتنافس في الخمس هذه ما ودك فيها. صحيح. نعم. يعني كيف تقيمها بعد مشاركاتها بعد تفحيمها بعد؟ أكيد مشاركات وشوف نتائجها وتفحيمها، هل هي استطاعتها أن توصل مع الصفوة الأمامية ولا لا؟ ما توصل لا والله ما لها عازم. من مشاركاتها؟ من مشاركاتها. نعم. مع أبو خليفة الركض كل عام أقوى من السنة اللي طافت مثل ما نشوف توقيتات، هل هذا راجع على أن الناس تتطور ولا السلالات تتطور؟ ثنتين، السلالات تتطور والناس بعد كل يوم الثاني يطلع لهم شيء جديد، حتى موضوع الإضمار تغير عن قبل، يعني قياسهم حتى في شرب الماء وهذا كله تغير. أنت يا أبو خليفة مع الجديد ولا مع القديم؟ أنا جديد توني، أنا توني مبتدأ أعتبر نفسي. انت لا وين جديد، انت قديم صار لك كم سنه ما شاء الله تنافس في اشواط الرموز، ولكن يقولون عصر السرعه في كل شيء، اتوقع هذا ينطبق على الهجن وضمارها وملاك الهجن. صحيح، الحين كل شيء سريع ما في يعني، وبعدين انت من ركض لركض عندك تقريبا 14 يوم. نعم. من تخلص وانت في شغله لين حق الركض اللي وراه. نعم ابو خليفه، كثره المراكيض مثل ما تقول 14 15 يوم من مركض لمركض، في وجهه نظرك هذا يجهز الذلول ويسنها مثل ما يقولون يعني إيجابي ولا العكس ضدها؟ هو ممكن يكون إيجابي إذا أنت تحافظ، أما أنت بتضغطها في كل ركض ما يجي نص الموسم إلا هي مبندة، إلا عندك شيء بديل لها. بعضهم يركضها ركض قوي والركض اللي وراه ما عاد يقول لها شيء ولا يعالجها ولا يقربها، بتواصل إن شاء الله معه. أنت صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال، العام والعام الأول شفنا عندك حالة ينافس بداية الموسم وواصل لنهاية الموسم. صحيح، هاي اذا انت ما تطلب منها في كل ركض، ممكن في بعض المراكض تشاركها لمجرد المشاركه يعني. بس بالنسبه حق المضمرين كل واحد عنده اسرار بالنسبه حق العلاجات والترتيب، وهو كله واحد، هي في المقام الاول السبوق الضمار. نعم. وضمارك والباقي اسرار في الضمار يا ابو خليفه ولا مفتوحه الامور هذه؟ والله اغلب الضمار نفس الشيء مكشوف، كل شيء مكشوف، بس اللهم اللي تفرق معاك الدلول، دلو السبوق اللي بتوصل. يعني ما يفرق على قولتهم علاج ولا اضمار، يفرق النوعية إذا جاءت إذا امتلكتها في العزبة. نفس العلاجات موجودة في كل عزبة، بس اللي تفرق عندهم الدلو وترتيبة لها وسنعة لها وقبلتها. نعم. تشوف إن القبلة لها دور كبير في السبق؟ والله لها دور. بالنسبة حق العلاجات كلهم يعالجون نفس العلاجات. الله يوفقك يا أبو خليفة، أنت مشارك في شوط السيف ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله والظفر به، وراح نجيك ان شاء الله وناخذ معك مقابله مع المشاركين في شوط السيف
اذا الله اعطانا واعطاك عمر باذن الله. الله يسلمك جزاك الله خير. باقي الحين كم يوم؟ باقي الحين في نص المهرجان عندنا وقت ان شاء الله الامور تبشر بالخير وانك ان شاء الله تنومس في المراكيض الجايه. والله يوفقك وسعدنا بوجودك في هذا المهرجان انت وضيوفك الكرام. يا مرحبا. عندك اخوان من دول الخليج موجودين. يا مرحبا بكم الله يسلمك. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وشكرا لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على إتاحة الفرصة لقناة الريان لإجراء هذه المقابلة مع الزميل محمد بن بريك. نجم سهيل يقول السبوق اللي على حسب الشفوف. أوف. يلا هنك في المراح تجيبها. لا غدا في الشوط خاطف ومخطوف ومخطوف روحت والجائزة تحريبها. مشتراها ما يلحقني حسوف وما تخيب هقوة هاقيبها ما عليها من مراع ومن صدوف ما ينزل مستوى ترتيبها سبقها مع سبقها مع حال السبق معروف سبقها مع حال السبق مع حال السبق سبقها مع حال السبق مع حال السبق معروف هذه خطأ تلحق اللي مقفية وتجيبها ولا دبرت معاه التنوي بالنكوه من فعلها كل يهذريبها صح الله لسانك عموما يا المسيل والمعذرة على عدم قراءتنا لها بالشكل الصحيح. محمد يقول أنا أومس الهجن الشحانية على فوز مسرة وهني مضمرها جار الله بن عقيل ومالكها السابق سعيد بن علي بن دلهم الهاجري. ايه هذه البكرة اللي شراها سعيد بن علي العام من الكويت وركضها هنا وباعها بالتسعيرة. ما شاء الله جعلها مبروك يا ابو علي ونهني كلام موسى. لايف الرئيس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسي عليكم بالخير جميع. انا عارض ابو ذيب في تسمية الحلال باسم واحد لانه يكون صعب تعرف سلالتها وانا من الناس المهتم في نقل السلالات وبالخصوص علشان ما حد يعرفها يقول على اساس انه ما حد يعرفها يقول كلمه حلوه احنا قلناها ضحك ومزح لا يطولون الامر الا انه مقترح انه على ما قال ولا علمهم عندهم وهم ابخص مني ومنه. نعم. سالم النياد يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسي عليكم جميعا بالخير وأود أن أقدم مقترح بإذن الله يضيف الفائدة خاصة للمهتمين في اختيار نوعية الزمول المنتجة. اقتراحي بأن يتم إلزام مالك المطية وقت تثبيت الإنتاج أن يضيف اسم الأب حتى يسهل للمتابع جمع معلومات عن الزمول المنتجة. ويا أبو محمد والهون الأخوان الحضور الآن لما تجي الفورمة اللي أنت بتسجل فيها حلالك سواء انتاج او مشتريات محطوط لك خانه الاب وخانه الام بعضهم يسجل وبعضهم ما يسجل فاحنا بالنسبه لنا الناس اللي نرصص في ميدان الشحانيه نعبي دائما خانه الاب لا اساس انها تكون هو يعني اسهلهم في البحث كلامه يعني واقعي اسهلهم في موضوع البحث بدل لا ارجع لمالكها واكلمه والسلالات انا بدخل على السيستم تطلع البيانات. لا هو قصده حتى الإذاعة إذا سبقت يقول هذه فلانة بنت فلان. أنا أعتقد هذه جهاد للجهات المختصة وعذر. ألا هل الجروبات سادينهم تظهر وهم عارفين إن سلالتها كاملة. أقصاها ودناها شيء صحيح وشيء بعد مو بصحيح. حتى الأبو من عندهم مو بصحيح يرجع لمصداقية المالك. وهم بعدين في نهاية الخطة لا يسوون لقاء مع المالك ويعطيهم بياناتها. اسمع لا بعض الملاك بعد غطاط نور لما قال والله سلالتها ما عارفها هو عارف إن سلالتها لما انه تسوي معك لقاء وانت مضرب بعير ابو متلع ولا مضرب بعير والله سلالتها ما تحضر لا بعض العرب شاري لا انا ادري بعض العرب شاري ولا عندك خبر في حالات لكن في حالات لا تعممون في حالات ان شاء الله حالات تحطونها على فلان وهي مهيب عليه لا جاه ولا نوخها في المراح علشان يبيعها هذه موجوده ترى هذه الحين دي ان اي تدور الايجابيه في السلبيه على جنبه الدي ان اي يسد العباله انا ولا احلل لك دي ان اي لما انه يسبك ترى وياك كلنا في جو هناك وقلت هذا ابوها فلان يا بغوها العرب طال عمرك خذوا دمها وسحبوه وطابقوها على ابوها ولا مو على ابوها لن ياخذون دمها والسبوق اللي طول عمرك تسبق وانت
حي الله بعيد. هي إذا قد سبقت زانت والآن وين البعيد المنتج والبعيد المنتج الرياجيل هم بقعد يتبعونك يوم ضربت عندهم ورحت، لكن هذه الشيء في الذمة، هذه ذمة وضمير. لما انك انتجت ببعيره فلان لا تقول سلالتها والله ما تحضرني ابوها ما يحضر لا تعرفها هاي كذا ابازيها وتخبطها والنار وتلاها لا عطر على الحق حقه. زين في ناس بعضهم ما يعترف بالشيء. نعم نعم في ناس يجحدها عليك. ليه يجحدها؟ اردي نصيب ابو محمد. وفي ناس انضروا من ولا حطها على بعير مو بعير على بعير لا وين بعلي العرب كلهم اتجهوا على ذلك. هذا ما جاب سبب. شوف ترى هذا ترى اعتبرها انا نوع من الغش. نعم هو غش. محمد ترى بعض العرب بعض هالركاب بعد مزعج. اذا درى عندك اذا دريت عندك حاشي على بعيري قاعد سالحن فيك. ها ذهبت بكره سعد ولا ذهبت وسوى سعد ولا قاعد اكلمك وسوى بنت فلان. ترى بعض العرب بعد مزعج. ما يبين معلومه ابو علي ما يبين معلومه ولكن المزعج. لا تلفي عليه لا تلفي عليه لكن لما انك غير طيب لما اني ضربت بعيد بن جرحب وسووا معي لقاء اقول هذا بعيد بن جرحب هذا نور يا اخوي وهذه سمعت بعيره ما له دعايه ولا بعضهم لما اسبقت قال والله البعير اللي عليه دعايه ويشوف الان قال هذه على فلان. زين حط لها ابو مو ابوها ولا جاها ولا اضرب بعضهم يحطها على بعير ما عليها دعايه والعرب كلهم كتوا عليها. نعم ضرب صحيح احسن الله وهو ضرب البعير منتج. على العموم محمد هذه حالات نادره ترى ما خفت اليوم الناس صار عندها وعي. لا ما خفت اليوم صار الناس عندها وعي صار عندها وعي لكن انا اشوف ان الشيء انك بتنكر انت بتنكر يا ابو محمد بتنكر سلاله القعود هذا ولا البكره. انا اعتقد ان هذا الشيء اليوم طال اليوم طال عمرك بينكر واحد في الالف. احنا ما شفناه ان شاء الله ما ينكر نتكلم واحد في الالف ولا هذا ما نعمم مع الجميع. اليوم الناس الله يجزاهم عندهم مصداقيه ما نعممه ولا هو واحد في العالم طال عمرك الان. على سبيل المثال اقرب مثال البارحه اللي قام مع بن هران ما سبقت بكره بن جبريل وخايه الرمز البارحه قال طال عمرك قال امها عندي وامها منتجين غيرها وابوها سيافه بن دلهم الله يجزاه خير ويبارك لبن دلهم ويبارك لبي حلال ويبارك لبن جبريل يعني خلاص ترشيح نقول دايركت يعني اعطاك المعلومه على طول. العرب ما يعرفونها هي على سيافه بن دلهم ولا على غير. لكن اليوم الناس صار عندها وعي والناس معظمهم عندهم مصداقيه ما يعني واحد طال عمرك في المية ولا واحد في الالف نتكلم اخطاء ما نعممها طال عمرك انه على مستوى الجميع. وبعدين موضوع الفحوصات الان والدي ان اي والتثبيت حتى الان الحين على سبيل المثال شفنا بعض المؤسسات تشتري نوعيات البطره على الدي ان اي. وين عندي بطره على الدي ان اي؟ لا 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 ما هم بيكفون في العباله يا اخي اليوم تركب لك دعايه على بعيد. اليوم المختبرات متوفره في كل ميدان. سبقت بكره عند ابو ذيب ولا وش عليه على الفايز صرحت لهم جاوك سحبوا دم ما ودوها طيب هذا على الفايز هذا اللي تغني لا اوكي مع السلامه. سبقت على كرار على غير شيء من ركاب انا بتحقق منها قبل ما اخذها. بس ما يشترون على السلاله يشترون السبك. هم يشترون السبك بعد طعمك اذا ثبتها على السلاله بعدها طابق بينها وبين السلاله الموجوده. فالامور صارت عمليه سهله وبسيطه الان. لا الظاهره هذه خفت كثير. سابقا كانت موجوده مع ابو كانت سابقا موجوده هذه خفت وايد وانتهت بعد ان شاء الله. ان شاء الله زين من الامور اللي بتحدث ان شاء الله في ميدان الشحانيه في يوم الغد الى جانب المنافسات إدارة هجن أم الزبار ستنظم في يوم الغد وعلى مدى يومين متتاليين المزاد الخيري 13 والذي سيذهب ريع هذا المزاد بإذن الله تعالى إلى المؤسسات الخيرية. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر في ميزان حسنات سيدي أمير البلاد المفدى الله يحفظه ويرعاه. اليوم أنت بتشتري لك شيء من الإنتاج الفاخر والمال اللي انت بتسوقه في هذا في هذه المطيه. نعم. هذا بيروح ان شاء الله للاعمال الخيريه. خير منه ومنه. اي نعم خير منه ومنه. نشوف الان هذه الهجن اللي بكره بتنزل ان شاء الله في المزاد. مثل ما شاهدنا بعض الهجن عندها نجمه عنابيه والنجمه العنابيه تعني انها مصابه والنجمه الذهبيه حاله اشتباه. النجمه الزرقاء تشير انها تم شراها في الانتاج. يعني فيه اكثر من شيء والكتيب موجود على البي دي اف بامكان ايضا اللي يرغب في المزاد انه بكره يتوجه للمنصه او حتى يزور الموقع
أم الزبار. نعم، هي المطايا اللي بتنعرض بكرة هي موجودة في مقر حزبة أم الزبار، اللي بيشوف قبل ما تروح لتفضل أم الزبار في مقر مبنى لجنة المنظمة السباقة. نعم، الهجم من الخلف في العزبة اللي جنبها على طول، يشوف المطية، يقدر يشوفها يتأكد منها، عشان إذا دخلت المزاد يكون هو محدد المطية اللي يبغيها. هذه بعد من الأشياء الطيبة اللي أتاحتها أم الزبار قدام الناس الراقبين في الدخول، وكرها بعد يعود للركض الحشوان دي، والحشوان دي كلها ماتها اللي أمه راعية سيوف وراعية رموز، واللي هو مشي على سبك، وإن شاء الله نقول الله يكتب أجر راعيها إن شاء الله في ميزان حسناته، والمسلمين بيستفيدون منها ما شاء الله، واستفادوا منها، باعوا منها وايد الركاب، باعوا منها ملايين، وانتجت عندهم الركاب الطيبه واقتنوا النوعيه الطيبه والسلاح الطيبه، وهذه ردوها للراكض. نعم. مبروك على مدى يومين. نعم، وريع المزاد ذا يرجع ان شاء الله الاربعاء والخميس. لا، الخميس والجمعه. الخميس والجمعه. اذا مشاهدينا الكرام، بكره المزاد ان شاء الله، وبعد بكره على مدى يومين الخميس والجمعه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للقائمين على هذا المزاد. نذهب الان بكم إلى تقرير آخر عده الزميل محمد بن بريك مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة. نقول ما مرحبا بك يا أبو سعيد بين أهلك وإخوانك، ونشوف هذا التقرير وكيف استعد المتحدي للمتحدين في ميدان التحدي. مساكم الله بالخير، متواصلين في مهرجان المؤسس في تغطية العزب المشاركين. يسعدنا في هذا المساء أن نلتقي مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة، نشوف تجهيزاته في هذا المهرجان السنوي الكبير، وناخذ أخبار المتحدي. يا مرحبا ابو سعيد، مساك الله بالخير وسعداء بوجودك. مرحبا، سهلا والله ببريك، الله يرحم بك على فضله، ومشكورين على الزياره في محلنا، وهذا اعتبر محلكم. ما يحتاج محلنا ابو سعيد، وانت علم من اعلام الركض في الخليج، ولك مثل ما يقولون وصله في الركض، ويا مرحبا بك، ونرحب بك على هامش مهرجان المؤسس. كيف شفت المهرجان والمنافسات فيه، واحنا الان نقترب من منتصف المهرجان؟ الله يرحم بك على فضله، هذا مهرجان ناجح والناس تعنا له، الناس حتى في كاس العالم وعليه تصاريح كلهم المقدمين فوق 4000 شخص اللي يبغون الركض. والله طول عمر الأمير تميم والشيوخ ما قصروا، من أحسن مهرجانات، والناس التواجد والسباقيون هني السباقيون، كل ناقة سوق عنده ريال يبغي رمز ويبغي طعمك تسعيرية، والحمد لله الجوائز من أحسن الجوائز، والركض من أحسن الركض، والنظام من أحسن النظام، واللجنة متساهلين متساهلين طعمك على زحمة مشاركين وزحمة كاس العالم، وبعد متساهلون وياك ويحاولون طعمك يسوي لك الوسيلة اللي أسهل توصل وتشارك فيه، هذا طعمك نعمة من رب العالمين، والشيوخ ما قصروا في كل النواحي، سهلوا الطرق حق أهل الركض كلهم. أبو سعيد، استعدادك للمهرجان، بشر عن مشاركة الحلال اللي راح واللي جاي. والله الحمد لله عندنا مشاركة ما قصرنا، ثاني وثالث على السيارة والأخير جاي، ورجاب طعمك ما عطلنا مثل ما نبغى، الحين شوي ارتاب مو بصاحيات، والحمد لله بنركب باقات عندنا ان شاء الله في الثنايا، وعندنا بعير للشيوخ بنركب ان شاء الله، والتوفيق عند رب العالمين. ابو سعيد، كم مطيه انت جايبها للمهرجان تقريبا؟ تقريبا جايب يمكن فوق حول 25 مطيه، من الكبار للصغار. من الصغار للكبار. الحقائق جبت؟ لا، الحقائق ما مدانا نجيبهن، ما مدانا طعمك ان نجيبهن، فحملناهن قصر في الامارات اللي جايه والجذاء، وحملناهن في الوقت ما دركنا صار شوي خطا في البيان، لا في بيان عندنا الحين خطا عندنا سبة عامل، واخر بيانات عندنا شوي، ويانا التصريح عاد لما تاخر شوي، وحملناها والحمد لله. شو الوقت اللي تفضله الوصول ابو سعيد، في اي ميدان، في قطر ولا في غيره للمشاركه، قبل الطول بعد الطول، شو اللي تفضله؟ عقب الطول انا اقول افضل، المطيه تاخذ وقتها شوي، من مكانك تفحم، من مكانك هنا تفحم قصر، والمطيه تعرف الدوره وتاخذ شيء على اجواء وعلى المكان اللي هي فيه، شيء من الحلال يومي ياخذ اليومين ثلاثة ما يمشي ولا يقيل، تم سهران وندخل في الصغار. اي نعم، مطية العودة قد هاية مرة ومرتين وثلاث وسنة وسنتين، اللي ما بتاعت حضرت الركض، اللي ما يات حضرت الركض، يعني قد ركضت اللقية واللجذع اللي ما بتاعت وثنية،
بس الحمد لله الخير جاي ان شاء الله. يعني هالصغار يتلعوزون مثل ما ذكرت سالم، هي انتقلت من ميدان الى ميدان، تسهر وما تاكل يتغير عليها المكان. صح، بالذات الحقه، والحقه سرعة يعني خلتها بسرعه تختل، ما شربت ما ولا ما اكلت زين ولا ما امست ولا ما قيلت تختل بسرعه، مو مثل المطيه العوده. ابو سعيد الركض اليوم سريع وسريع جدا، في مضمرين جدد يطلعوا، وفي على الساحه محاربين قدامى مثلك وشرواك وشروى بعض المشاهدين، كيف تشوف الركض كل عام اقوى من العام اللي قبله؟ المنافسات صعبه، اصبح الركض ابو سعيد كثره وزحمه وقو. صح، مضمرين تطوروا والسلاله تطورت والنظام تطور والركض تطور، وقدر الحلاله الحين يكسر التسع، اول ما يكسر العشر الحين يكسر التسع. شو السبب؟ سرعه والناس تطوروا والسلاله تطورت والميادين تطورت والارضيه تطورت، حتى الارضيه الميدان تطورت مو مثل الاول. نعم. وسعيد شو اللي يحتاجه مالك الذلول مثل يعني مثلك يا سالم له باع طويل انه ما يغيب من الساحه، شو اللي يحتاجه عشان يواكب التطور هذا؟ اول شيء تبغى توفيق من رب العالمين. نعم. وتبغى سبوق. السبوق انه وجدت في العزبه ما صادفها ضلاع ولا صادفها، الحين امراض زادت، قامني ان امراض الحين اول ما نعرفها. هل من ثلاث سنين الحين أم المناعة أم الرسوغ أم الحجاز وما كان يجينا على المستوى أثر طعامك، تأخذ شهرين في المطية بالذات يوم نطعمها التطعيم هذا لعشر أمراض، ويوم يجيها المرض يتم فيها ولا يبين، تأخذ لها شهرين المطية فحصها مو زين. أفضل التطعيم ولا مو بأفضل؟ والله أنا أقول الطعم عن الباردة القارحة اللي نسميها الحين، أما عشر أمراض أنا أقول ما له داعي. ليش سالم؟ لأن المطية يوم تعاطيها تطعيم عن الأمراض هالعشر الأمراض، لو جيها مرض ما يبين فيها، بس لو جيها مرض من التطعيم ممكن يأثر فيها. يتم في جسم المطيم شهر شهرين ما يطلع ولا يطلع ولا ولا ما يبين عندك الا بعد الفحص، ولا انت تشوف ان مفاحيمها تردت فحصها ما تعدل تلاحظ انت الشيء هذا عقب قد ما اخطرت انت ثلاث اسابيع. بس يعني ما يأثر عليها لو مهم طعامها، يمكن تتعب مو طعامها بس تتعب، بس بتبين بتبين فيها، انا بشوف انها تعبت بعالجها بعالجها بتصح في اقل عن شهر، بس ما انا عالجها حق الركض وهي مريض ولا يبين. شو اللي يحتاجه مالك الهجين كوقايه؟ ذكر تطعيمات. هو ما شغل التطعيم، الانسان تطعيمه البارده والعشر امراض. اي نعم، هذا اللي موجود عندنا الحين في الريس، هذا الموجود مثل الانسان يوم يطعم الحين الصغير يطعم عن مثل هذا، حتى يطعم ابو سنه له تطعيم، ابو ثلاث سنين له تطعيم، ابو ست سنين تطعيم، المطيه نفس الشيء، ترى الطعام له الفطيمه. نعم. طعمه كم تقعد التطعيم هذه في جسم المطيه؟ يعني وقاية كوقاية ست شهور. كوقاية تحتاج إعادة ولا ما تحتاج بوجهة نظرك؟ في ناس يعيدونه، في ناس ما يعيدونه. أنت متعيد ولا متعيد؟ أنا لا ما أعيده، أنا أطعمها في الطعمين وخلاص. خلاص مرة؟ هنا عليها مرة؟ عليها، لأن هني تعب الذات، تعب الحقائق. الحقائق تعبني يعني ياخذن شهرين ما يتعدلن، يصيرين في نزول بعد التطعيم. نعم. يا مرحبا أبو سعيد، شو اللي يعني جاهز في الكبار عندك؟ حيل وثنايا وزمون إن شاء الله؟ إن شاء الله عندي ثنايا وبعير إن شاء الله. أبو سعيد وين تجد نفسك؟ في مع الصغار ولا مع الكبار ولا مع السبوق أين ما وجدت؟ السبوق يوم توجد سواء حقه ولا لقيه ولا في اللي يناسبك أنت؟ كلهم. والسن اللي تهواه اللي ودك أن يكون عندك بكثرة؟ الإنسان الحين بالذات العزاب الكبار الحين ما يقدر يقول لك أنا أضمنهم كلهم هيلا. ما في إنسان يقول لك أنا بضمن 100 ولا 200. انت تحط اشخاص معينين تحتك، انت تحت ادارتك، وتاخذ وجهه نظر انت وهو، لان يد واحده ما تصفق. صح. اذا هو ما ساعدني ما ساعدته، المطيه اللي سالم بن سعيد او غيره من المضمرين بوجهه نظرك يقدر يضمرها كم العدد؟ انت كضمار تبى جهوزيه المطيه، انا اقول من توصل 50-60 يعني شخص واحد يديرها. واحد يعني مثلا عندك لقايه 20 لقيه 20 جذعه ولا 25 تقدر تديرها، تحط ماسول في هذه الحظيره ماسول الحظيره هاي تديرها هي كلها كاداره. انت الحين حتى انت الحين مدرب الكوره ما يلعب في الملعب، بس هو يعطيهم الخطط يمشون عليها. صح. هو يشوف اللعب وين الفراغات يحط، انت وين تشوف فراغات تزيد. كان عندي فراغ في الحقاقه حاول اشتري تيني وداعه، فراغ عندي في اللقاء والجذاع ولا اشتريت ولا وداعه ولا ربيت حق السنه الجايه، انت تسكر الفراغات اللي عندك. مع ابو سعيد السؤال الثاني، توقع الركض في المستقبل راح يكون اقوى من السنوات اللي احنا فيها نشوفها الحين؟ هي كل سنه اقوى عن سنه. الحين الناس في ناس يعني مطيه الرقام التي سابع وثامن وتاسع ولا ودعها ولا كنسلها، يحاول يعني بالذات العزب الكبار يخلون رتاب السباق،
حسب يكون عاده ثابت وجوده في الميدان. انت ما خليت السبوق ماشي الحين، اذا انا بعت السبوق ما يتني وداعة ما اشتريت ما رديت انافس صح. السبوق من تروح عنك انت ماشي، انت ما عنده الحين مؤسسات، المؤسسات ما يملكون طعمك 40 سبوق المؤسسات صح. ما بالك انت شخص عادي سواء وداعة ولا شريه ولا من الانتاج، وحده اثنتين ثلاث وحده مريض وحده بتاعت وحده ضالع. نعم سعداء بوجودك المتحدي والحديث معك مثل ما يقولون ذو شجون، وان شاء الله ناخذك في حلقات مستقبليه. هذه مقتطفات خفيفه، حبينا نمسيك بالخير ونسلم عليك وتنورنا الليله في البرنامج. يا مرحبا ومساء ابو سعيد. مشكورين على الزياره وهذا فخر لنا، انتم بعد ما تقصرون اللي ما يجيكم سرتوا لنا العزوه. شكرا اذا لسالم سعيد بن منانه على اجراء هذه المقابله، وايضا شكرا لمحمد المبريك ولفريق العمل على الخروج بهذه المقابله. ابو يام، مثل هذه المهرجانات تجمع لنا الاماراتي والسعودي والكويتي والعماني، ومثل ما نقول في كل مهرجان نتمنى المهرجان هذا انه ما ينتهي. صحيح يا ابو محمد، كلمني عن الاجواء الاجتماعيه في هذه المهرجانات. بدون شك يا ابو محمد المهرجانات مثل مهرجان المؤسس كل مالك خليجي مستهدف الحضور فيه والمشاركه، خاصه مهرجان المؤسس السنه هذه غير بتواجد مهرجان كاس العالم، فالمالك الهجن حرص انه يحضر. ايش دينك راعي هجن يا ابو مهرجان؟ ايه يقول مهرجان كاس العالم. بطوله كاس العالم. نعم بطوله كاس العالم، فشيء طبيعي المالك بيحرص انه يحضر اشواطه وكذلك الاستمتاع باجواء كاس العالم في دوحه الجميع. كذلك طال عمرك مثل ما تفضلتوا لتبادل المعلومات ثريه، مثل ما اتحفنا اخونا من منانا قبل شوي بعض المعلومات في علب التطعيم، كذلك انها تردي بعض الحجن لمده شهرين، هذه يستفيد المالك تبادل خبرات يعني بين المالك الاماراتي والمالك السعودي والقطري والكويتي، يستفيد تبادل المعلومات في نطاق ترى إيه؟ ها ولا لا؟ لا مو مفتوح في المعلومات، في نطاق معين، في نطاق محدود. إيه في نطاق الامراض بس إيه؟ اللي غيره لا. نطاق الصخاين. اللي غيره خط احمر. اي نعم. لا بالعكس يا ابو محمد، في تبادل معلومات، في طلع وتبادل خبرات صح. تبادل للهجن، اودعك تودعني، عندي مطيه فيها ضلعه استفيد من خبرتك في الضلاع، وسوق بعد في بورصه. نعم. بورصه في بيع شريات على جميع المستويات. نستفادها من كذلك بيستفيد المالك الخليجي اللي حاضر الايام هذه من المزاد اللي بيقام غدا ان شاء الله. شفنا مشتروات غادرت الدول الخليج واثبتت وجودها هناك في الانتاج من الزمول اللي تشترى من المزاد، فبالعكس يا محمد اللي بيحضر اليوم هو المستفيد الاكبر صح، تبادل الخبرات وغيرها. يعني اللي ما يحضر المهرجانات يفوت الشيء كثير، يكون خسران جدا، يفوت الشيء كثير سواء اللي في الشحانيه او في السعوديه او في نعم. كل الدول اي مضمر ما يحتك مع المضمرين الكبار وينافسهم ويتبادل معهم المعلومات تاكد انه بيكون متاخر كثير. ممتاز. الودايه ابو حمد متى تكون عاده في الموسم؟ قبل بدايه الموسم، نص الموسم، اخر الموسم، وين العاده تكون؟ والله ابو محمد ما لها وقت معين. يعني مثلا سيب من الناس الغالبيه، تكلم عن الغالبيه عندها مطيه سبوق ومتوقع منها ان شاء الله انها تركض وبتأدي اداء طيب، ما توفقت عنده، فشوف الناس اللي متألغين واللي يركضون يبيعون. الحين مثل ما ذكر اخوي سالم قال انا عندي مطيه ولا مطيتين ثلاث سبق، واحده تاعت، واحده ضلعت، واحده مريض، فهو انجز، فانا اللي عندي مطيه سبوق ما توفقت عندي بودع الرجال هذا اللي متألم اللي حاله. بس عادة سؤالي مبارك، متى تكون الوداية عادة؟ طمين أكثر شيء في بداية الموسم. القيض ها؟ أنا ما عندي خلفية عن الوداية. الوداية نوعين، لكن أنا أتوقع أن الوداية بتكون في نص الموسم. ليش؟ لأن مطية ما سبوقي ماضيها طيب، لكن ما توفقت عندي في الموسم هذا، بودع فلان. فلان منجز وحاله مركب، فبيوصلها المواصيل الطيبه. من نظري الحجه اللي بتصف اللجيه. شايف من موسم الحجاج انا وانا عندي نيه اودعها رجال، اعطيتها اياها ارتبها ووصلها وصفرت عنده على طريقته اللي هو ماشي عليه. الحقه اللي تصفر لقيه. نعم. زين. عند مهرجان اقول على الختاميات. زين. نعم. ولا المفروزه. زين ابو سلطان. نعم. الحين انت ودعتها. نعم. سهيل بن غراب اسم معروف. نعم. ودع طال عمرك فلان. نعم. حقه تصفر لقيه. نعم. واضح الكلام؟ نعم. زين. ركضت عندي
انا يا سعد اللي متودع وسبقت عندي. نعم. سبقت عندي لقيه. حلو. وسبقت عندي جذعه. نعم. الحين بينتهي موسمها وهي جذعه. نعم. متى يحق لك انت انك تسترد بكرتك من عندي؟ عقب ما يخلص الموسم هذا كله. اي موسم؟ موسم الركض اللي هي موسم لقيه. ان كانها لقيه؟ اي. عقب ما يخلص ركض اللقايه كله وينتهي؟ اي نعم. وقد بيقيضها قد يعني متي راك ماشي ركض. هو خذ مصلحة اللي منها الان زين ابو سلطان ايه. الحين يعني تقول انت بعد كل فئه عمريه ايه. يحق لي انا كمودع ايه. اني ارد مطيتي صح؟ نعم. زين خلنا بنحط سؤال. نعم. البكره قبل ما ينتهي الموسم وصلت لها قيمه. نعم. صارت لها مليون. نعم. تشاورت انا وياك قلنا والله ما هي بقيمتها. واضح؟ صح. او رايي رفض. لا تشاوروا بينهم قلنا قيمتها ما هي بالمليون قيمتها اكثر من المليون. نعم. انتهى الموسم. اي نعم. خلاص قالوا هذا اخر مركاض وبنقفل. يحق لك تطلب بكرتك؟ ها ابو سلطان كان متفاهم ويا ربيعي الراع الناقه. ايه نعم بونا تفاهم هو بعض الناس بعض المدع من يعطيه مطيه ما 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 في بينه اتفاق انه يرد عقب مركاض عقب سنه ولا عقب سنتين. يركضها دام فيها ركض وهي مستمره عنده لين تبتاع ولا قد اللي متودع انه ينتهي منها ورد لنا. اما طبعا في حاله مطيه وفي حاله مطيتي وصلت قيمه انت ما لازم عليك اللي ناقه عندك انك تبلغني يا المالك. صح. انا اقول بسلطان اللي احسن منها كلها بس علشان اللي احسن منها كلها يا الربع الدين وسنتنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان لازم نكتب. نعم. شيء يقول لك اللي اوله شرط اخره نور. نعم. على اساس ما يكون فيه عدم تفاهم وكذا يتم الاتفاق معاه على كل شيء. هذا افضل شيء عشان ما يجي لي وصلت عندها قياب وجاك وقال ابغى نمطيتي عطني اياه. هذا مو بصحيح. صح. انا تعبان عليها ولا مثل الحين انتهت موسم لقيه ضالع عندي. وابزاها سنها كله وتجيني في اخر الموسم وتقول ابغيها ما بصير. زين ابو محمد ابو مبارك باقي عندي دقيقتين بالنسبه طال عمرك للعرف اللي ماشي في الريس. الان طال عمرك انا تودعت بكره سعد ولا سعد تودع بكرتي ركضت عنده الموسم هذا انتهى الموسم من حقي طال عمرك استرجع مطيتي عقب كل موسم عقب نهايه الموسم. لا ما بعرف هذا عرف اعتدنا عليه موجود. لا لا اذا البكره انتهى الموسم من حقي انا اخذ البكره ومن حقي ارد عليك. مالك الهوى الان بيني وبينك شرط. اذا البكره وصلت سعر وصار رفض ما بعنا وخذيتها انا كمالكها وصار عليها نفس المبلغ وانا ببيع في الصيف حق سعد علي انه ياخذ نسبته في بيعتها. لا قد دبرت حملت نفس المبلغ. اما اذا بدت بعتها في الموسم اللي بعده من خلال مشاركتي انا لها وتحت ادارتي انا زين يسقط حق سعد علشان ما يصير فيه نقاش وعلى اساس ما يقول انا وانا وانا. انا اشوف انه من الاهم وهذا شرط اساسي افضل هل تقول بن سعد افضل شيء انه نكتب. نعم. بس الكلام حتى لو كان في اللجان وفي الاتحادات والله العظيم ان هذه خدمه بتخدمونا يا الاتحادات لو يكون في مكتب للشؤون القانونيه في لجنه قطر او في الاتحاد الامارات للهجن فيه تجري هذه الامور حتى عقود بالله انه بيكون هذا افضل شيء حتى عقود البيع يا سعد. اي نعم حتى عقود البيع نقول هذه افضل شيء ترى قسما بالله. بس عم طالما بكره تركض وبيحل مشاكل غيرها. اي نعم وغيرها بعد. لا بس يوم اقول عرف مو بعرف ترى. زين انت ما تتفق معاه. وصلنا للختام. شكرا لكم. يمكن نتكلم في هالموضوع بكره بعد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام استمتعنا وياكم. يبقى لي ان اشكر زملائي المحللين واشكر ايضا الشركات اللي رعت لنا هذا البرنامج اي سي ميلون اللي قدمت لنا هذه الفوالة الطيبة. نقول بيض الله وجيهكم يا اي سي ميلون على هذه المساهمة وعلى مشاركتكم لنا في برنامج الريس. واي سي ميلون دائما يقدمون لنا الجديد والمميز ولهم منا جزيل الشكر على هذه الفواكه. بيض الله وجيهم. شكرا لكم مشاهدين الكرام. نشوفكم بكرة بإذن الله في نفس التوقيت. في أمان الله ونشوفكم بكرة.